اتنين فيديو هيشتغلوا، فلو ما اشتغلوش بس حد ينبهني ان هم ما اشتغلوش، وانا هطلع وادخلهم من برنامج تاني. بإذن الله. الله يكرمك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي أيمن، وأنا مهندس معماري دفعة 2001 جامعة اسكندرية، وحاليا أنا بشتغل مدير مكتب هندسي في المملكة العربية السعودية ورئيس فريق التصميم المعماري. النهاردة هنتكلم على الغلاف الخارجي للمبنى، وإزاي يكون الغلاف الخارجي للمبنى ده غلاف مستدام، وإيه هو الإبداع في الغلاف الخارجي للمبنى، وإزاي بيتحقق، وإزاي بنقدر نحقق أكتر من هدف في أثناء تصميم هذه أو الغلاف الخارجي من المبنى. طبعا الاوبجكتيفز بتاعت المحاضره النهارده ان احنا نكون فاميليار مع السستينبل ديزاين او التصميم المستدام لغلاف المبنى الخارجي، ونكون عارفين بالظبط ايه هي الخلفيه التاريخيه اللي جايه من وراء المبادئ بتاعت التصميم المستدام للغلاف الخارجي للمبنى، ونعرف كمان ايه هي الورلد وايد ترندز في التصميم او الاتجاهات الحديثه في تصميم المبنى أو الغلاف الخارجي للمبنى المستدام. طبعا كسامري للبرزنتيشن اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، هي بتركز بالظبط على ان احنا نعرف ايه هو غلاف المبنى المستدام، وازاي نقدر نحقق الاستدامه باستخدام الغلاف الخارجي. طبعا البرزنتيشن هتركز برضو على بعض التقنيات الحديثه والاتجاهات المعاصره في التصميم علشان نقدر نحقق الهدف بتاع تصميم مبنى او غلاف لمبنى خارجي مستدام. عندنا اربع اجزاء رئيسيتين او رئيسيه. الجزء الاولاني بيتكلم على الابستراكت بتاع البرزنتيشن والسكوب بتاعها والكي ووردز والبرزنتيشن امبورتنس اهميتها. بعد كده هنبدا نعرف بعض الترمز زي الغلاف المبنى الخارجي اللي هو البيلدنج انفلوب، زي الاستدامه، زي السستينبل اركتكتشر العماره المستدامه او العماره المستدامه. هنعرف الجريد بيلدنج، وهنعرف حاجتين مهمين جدا هو الترندين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده. واحد اللي هو البايو فساد اللي هي الواجهات الحيويه، والنوع الثاني اللي هو الكاينيتيك فساد او الواجهات الحركيه. طبعا هيتخلل دوت هيكون في هيستوريكال بريفيو للبيلدنج انفلوب ديفلوبمنت، ازاي الغلاف الخارجي للمبنى دوت تطور يعني. بعد كده هنركز على البايو فساد الواجهات الحيويه، وهنركز على الكاينيتيك فساد اللي هي الواجهات الحركيه، وهنتكلم في الاخير على السستينبل فساد استراتيجيز، ايه هي الاستراتيجيات او الحاجات اللي نقدر ناخدها في التصميم، نعتبرها في التصميم علشان نحقق استدامه للغلاف الخارجي للمبنى. بعد كده هنتكلم على شويه كونكلوجن وريكومنديشن، وفي الاخير خالص هنشوف الاسئله، وفي سلايد في الاخر برضو بتتكلم على البرزنتيشنز اللي جايه اللي احنا بنرتبها ان شاء الله مع بيميري. اول حاجه زي ما اتكلمنا احنا بنتكلم على ان الغلاف المبنى عنصر مهم جدا 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 في تصميم المبنى. هو بيشتغل في التصميم كانه السكين بتاعت البني ادم، بيحمي جميع العناصر الداخليه للمبنى، وبيديله كمان في نفس الوقت الفاين اربن لوك الخاص بالمبنى. كل مبنى ليه شخصيه، وليه شخصيه حضاريه، والشخصيه الحضاريه دي بيلحظها وبيحس بيها وبيتفاعل معها الانسان عن طريق الغلاف المبنى الخارجي. فبالتالي هو عنصر مهم جدا في الناحيتين دول، بيحمي المكونات الداخليه للمبنى بما فيهم الانسان اللي بيستخدم المبنى،
وكمان هو بيدي المبنى الانطباع الحضري المميز ليه. طبعا علشان احنا في التحول المناخي اللي هو بقاله من في اخر 20 ل 30 سنه في القرن العشرين، ومكمل معانا لغايه دلوقتي في القرن ال21، في تحول مناخي كبير، وخصوصا في المنطقه العربيه بتاعتنا ومنطقه شمال افريقيا. فبقى الحفاظ على الطاقه واستدامه المبنى، لان ده بقى عامل مهم جدا من عوامل التصميم. فبقى ظهرت الترند بتاع ان نشوف ايه كمان من مكونات التصميم نقدر نخليه يكون مستدام. وطبعا اول ترشيح كان للغلاف الخارجي للمبنى، فبالتالي كل المصممين المعماريين دلوقتي بيعتبروا ان الغلاف الخارجي للمبنى واستدامته عامل مهم جدا في معادلة التصميم المعماري للمبنى، وخصوصا المباني اللي بتبقى ليها عايزة تعمل يونيك لوك او عايزة تعمل حاجة مختلفة. طيب ايه هي بقى الديليما او ايه هي المعضلة اللي موجودة؟ المعضلة اللي موجودة ان ازاي انت تقدر تعمل كومباينيشن او تمزج ما بين التصميم الخارجي للغلاف الخارجي للمبنى يكون شكله كويس وشكله مقبول وشكله يونيك وشكله متميز، وفي نفس الوقت يكون عندك sustainable goals، وفي نفس الوقت يكون عندك technological goals. تمام، كل ده علشان تقدر تحقق الاستدامة في الغلاف الخارجي للمبنى، وبالتالي المبنى كله يكون مستدام. السكوب بتاع البرزنتيشن النهارده هيكون مركز على السستينبل بيلدينج انفلوب ديزاين، الكونسبت بتاعته والتكنيكس المستخدمه، الكي ووردز اللي احنا هنستخدمها. ودي حاجه انا احب ان انا انبه او يعني اتكلم عليها، ان الكي ووردز حاجه مهمه جدا في اي برزنتيشن واي مقال بنكتبه، لان هي بتفتح مجال للقارئ وبتفتح مجال للباحث بعد كده ان هو ياخد الكي ووردز دولت ويحط هو امبروفمنت بتاعه. فاحنا الكي ووردز بتاعتنا النهارده هي ايه؟ البيلدنج انفلوب اللي هو غلاف المبنى الخارجي، الاستدامه اللي هي السستينابيلتي، الجرين اركتكتشر اللي هي العماره الخضراء، الجرين بيلدنج اللي هو المبنى الاخضر، البايو فساد اللي هي الواجهات الحيويه، والكاينتيك فساد اللي هي الواجهات الحركيه. طبعا الامبورتنس او الاهميه بتاعت البرزنتيشن بتيجي في الوقت دوت وفي المكان بتاعنا احنا في الريجن بتاعتنا اللي هي عندها مشاكل كبيره في السستينابيلتي. احنا متاخرين بصوره كبيره في السستينابيلتي، عندنا مشاكل في الانرجي، عندنا مشاكل في الحفاظ على الريسورسز للجنريشنز اللي جايه، عندنا اعاده توظيف للكوست بتاع المباني بالذات، عندنا كمان تحديات في التصميم الحضري. فكل دوت بيصب في الاهميه بتاع او بيدعم الاهميه بتاعه البرزنتيشن. هنبدا بسم الله على شويه تعريف كده تعرفنا ايه هو المكونات الرئيسية للبرزنتيشن. فأول حاجة هو بنتكلم عليها هي البيلدينج انفلوب أو غلاف المبنى الخارجي، وهو عبارة عن الطبقة اللي بتفصل مكونات المبنى الداخلية اللي بتكون خضع عليه أو يعني في خضع عليه كنترولد انفايرومنت، فيها الانفايرومنت الداخلية فيها كنترول، عن الـ uncontrolled outdoor environment. فهو ده اللي بيسمى غلاف المبنى. طبعا غلاف المبنى في الحالة دي بيشمل الحوائط الخارجية من واجهات المبنى كلها وكمان الأسقف، ودي حاجة مهمة جدا ان الغلاف المبنى الخارجي لأي مبنى بيشمل كمان السقف. وبالتالي غلاف المبنى الخارجي هو الطبقة الرفيعة او الطبقه اللي موجوده اللي بتفصل الانترنال انفايرمنت البيئه الداخليه عن الاكسترنال البيئه الداخليه، اللي هي تميز ان هي بتكون تحت الكنترول، سواء الكنترول ده باتش باك، الكنترول دوت معالجات بيئيه، الكنترول دوت بيكون ليه اوجه كتيره.
عن البيئه الخارجيه اللي هي مش كنترول، وبيكون فيها هيوميديتي، بيكون في او بيكون فيها رطوبه، بيكون فيها رياح، بيكون فيها مطر، بيكون فيها شمس، بيكون فيها توجيه معين للمبنى، بيكون فيها عناصر كتير. العنصر الثاني اللي احنا حابين نعرفه النهارده هو بصوره عامه سستينابيلتي. طبعا السستينابيلتي بحر كبير كبير كبير، تعريف كتير ليه، ابتدت الناس تهتم بيه من الثمانينيات من القرن الماضي، وتطور طبعا عن طريق الامم المتحده، وتطور الاهتمام بيه لغايه القرن الواحد وعشرين، وبقى هو العامل الاساسي او المحرك الاساسي لجميع عمليات التنميه، سواء في البيئه الحضريه والعمرانيه اللي هو مجال تخصصنا، او في البيئه الاجتماعيه، او في البيئه الاقتصاديه، او في البيئات المختلفه، في حتى السياسه الترم بقى موجود. احنا بنهتم بالترم في من الناحيه العامه، ومن الناحيه العامه الترم معناه ان احنا نحافظ على الريسورسز اللي موجوده عندنا حاليا، ونوظفها احسن توظيف علشان الاجيال المستقبليه تستفيد بالريسورسز اللي احنا حطيناها. فهو عباره عن الديفلوبمنت اللي بتميت النيدز، الاحتياجات بتاعه البريزنت تايم، without compromising او من غير ما نحط خطوره على الابيليتي اوف فيوتشر جينيريشن، الاجيال المستقبليه، ان هم يستفيدوا بنفس الريسورسز ان كانوا مش هيستفيدوا بنفس الحاجات اللي احنا بنحطها النهارده. فمعنى كده ان انا بصمم مبنى اليوم في سنه 2020، لازم المبنى دوت يكون بيستخدم الريسورسز اللي موجوده في البيئه، بيستخدم الافكار اللي موجوده في البيئه، بيستخدم الماتيريال اللي موجوده في البيئه، ويكون مستدام بحيث ان هو يمتد لجنريشن مستقبليه، مش ان في الجنريشن اللي بعدينا في سنه 2030 او 2040 يقول المبنى دوت اتصمم على اساس خطا ومش مفيد ليا، وانا هضطر ان انا استبدله او اهدمه او اعدل فيه او ان انا احسن. الترم اللي بعد كده هو الجرين بيلدينج او المبنى الاخضر، وهو عباره عن الاستراكشر اللي بيستخدم انفايرمنتال ريسبونسز ريسورس افيشنت على اللايف سايكل بتاعته كلها، في اثناء عمليه التصميم، وفي اثناء عمليه الكونستراكشن، وفي اثناء عمليه الاوبريشن، وفي اثناء عمليه الرينوفيشن، وفي اثناء عمليه المينتيننس لغايه الديموليشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المبنى الاخضر هو مبنى بيستخدم فيه تقنيات منذ عمليه التصميم وحتى عمليه الهدم او اعاده الاستخدام، وتكون جميع هذه العمليات عمليات انفايرومنتالي ريسبونسبل علشان تحافظ على الريسورسز. ففي اثناء عمليه التصميم في بعض المقومات، في اثناء عمليه الكونستراكشن في بعض المقومات، في اثناء الاوبريشن اند مينتيننس بيبقى في بعض المقومات اللي بتخلي المبنى دوت يبقى اخضر، حتى كمان في مرحله الرينوفيشن او حتى في مرحله الديموليشن بيبقى في اعتبارات لتصميم هذا النوع من المباني. طبعا هنا في منظمات عالميه كتير، واشهرها هي الليد اورجانيزيشن اللي هي بتنظم البروسيسز او الجايدز بتاعه ان ازاي يبقى مبنى من اول عمليه التصميم لغايه عمليه الديموليشن او اعاده التصميم يكون بينهج نهج اخضر، وبالتالي يحافظ على الريسورسز. بيستخدموا نظام النقاط علشان النظام النقاط دوت يبدا يحدد اي كاتيجوري المبنى الاخضر دوت هيكون فيه، وبالتالي يحدد الواي فورورد لاستخدام هذا النوع. اول ترم هنا هيكون جديد علينا، او يعني مش يمكن جديد للبعض ومش جديد للبعض، هو الواجهات الحيويه. والواجهات الحيويه هي الواجهات اللي بتستخدم تريتمنتس، معالجات تحاول بيها انها تقرب من تاتشيف انفايرمنتال اند سستينبل جولز، ان هي توصل ل مكاسب بيئيه ومستدامه. والواجهات البايو فساد طبعا ده ترند جديد،
مش بنشوفه على طول، ما بيبقاش موجود بكثره في مباني معينه، لكنه موجود في باوجه مختلفه، وهو بيحاول يخلي الغلاف الخارجي للمبنى ينتراكت مع السراوندنج انفايرمنت. الغلاف الخارجي للمبنى دوت بينتراكت مع ايه؟ السراوندنج بتاعه. السراوندنج بتاعه هو العوامل البيئيه اللي هي كلها طبيعيه، زي الرياح، زي المياه، سواء كانت عن طريق الهيوميديتي الرطوبه او عن طريق الامطار، الشمس، الدست، كل دي عوامل بيئيه موجوده وعوامل حيويه موجوده حوالين الغلاف الخارجي للمبنى. لو احسننا استخدامها وتوظيفها في معادله تصميم المبنى، هنقدر نحقق واجهات خارجيه او غلاف خارجي للمبنى يكون انفايرومنتالي ريسبونسبل، يكون جاي من توجه بيولوجي. النوع الثاني من الواجهات هو الكاينيتيك فساد او الواجهات الحركيه، وهي واجهات بتكون فيها عناصر. العناصر ديت بتكون عناصر متحركه، بيتم توظيف العناصر المتحركه ديت عن طريق البيلدينج مانجمنت سيستم او نظام اداره المبنى لتحقيق اهداف مستدامه. فبالتالي الواجهات ديت بتكون ميكانيكالي كنترول، بتكون شغاله بالنظام ميكانيكي، والنظام الميكانيكي دوت عن طريق الكهرباء وعن طريق البيلدينج مانجمنت سيستم اللي هو البي ام اس، بنقدر نعمل برامج توظف العناصر الخارجيه ديت انها تحقق اهداف مستدامه، زي حمايه المبنى من الشمس في الواجهات الجنوبيه مثلا والواجهات الغربيه، او حمايه المبنى من الرياح، او استخدام الرياح في توليد طاقه معينه للمبنى، او استخدام مياه الامطار واعاده توظيفها في تجميعها بصوره معينه، وبعد كده انها تخش على شبكات الري او ما شابه ذلك. المهم ان يكون الواجهه فيها عناصر بتتحرك عن طريق ميكانيكي، والكنترول بتاع الموضوع ده بيكون عن طريق البيلدينج مانجمنت سيستم، بيكون عن طريق برنامج كمبيوتر او برامج كمبيوتر، بيبقى برامج محاكاه. البرامج دي كلها بتحط كذا سيناريو للمبنى، من ضمن السيناريوهات دي طبعا بيكون اضاءه المبنى واستخدام المبنى في الاوقات المختلفه ليه. طبعا احنا علشان نبتدي وندرس الغلاف الخارجي للمبنى لازم نعرف بعض نرجع لورا في التاريخ. دايما كان الانسان من اول خلق سيدنا ادم لغايه اليوم هو بيدور على غلاف يحميه، هو بيدور على شيلتر. الشيلتر ده عباره عن غلاف، والغلاف دوت عباره عن حوايط وسقف. ده بكل بساطه من 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 بدايه الكهوف للاحجار للمباني البسيطه اللي كانت موجوده في افريقيا. كل ده الانسان بيبحث عن فابريك، عن سكيم تحاوط العناصر اللي هو هيستخدمها في المبنى ده، سواء المبنى ده كان لغرض السكن او لاي غرض اخر على الفانكشن اللي هو هيستخدمها فيه. فطبعا في البدايه كان الانسان مهتم بان هو يسكن، بعد كده تطور الموضوع ان هو يسكن ويتعبد، بعد كده ان هو يسكن ويتعبد ويبدا يعمل دوره في المجتمع، لو هو مثلا طبيب، لو هو قاضي، لو هو سياسي، لو هو ليه اي دور، فهو عنده مكان بيروح فيه. المكان ده بيحتوي بعض الفانكشنز، الفانكشنز دي لازم تكون محتواه داخل غلاف، الغلاف دوت لازم يكون بيمكن الانسان ان هو بكل اريحيه يقدر يقوم بدوره في المجتمع. فطبعا في العمارات المختلفه زي ما قلنا، بدءا من عماره الكهوف، مرورا بالتطور العمراني للفراعنه، التطور في العمراني اللي كان في العماره البريميتيف سواء كانت في افريقيا او في شمال افريقيا، للعمارة في دمشق، للعمارة في مصر في الصحراء الكبرى.
جميع هذه العمارات بأساليب مختلفة كانت بتحاول إن هي تخلي الغلاف الخارجي للمبنى يحمي الإنسان في ويخليه يقوم بوظائفه بصورة مريحة، سواء كان في فصل الصيف وحمايته من الحرارة وحمايته من الرطوبة وإعادة توظيفها، أو سواء كان في فصل الشتاء وحمايته من البرد وإن هو يكون عايش بأمان. طبعا إحنا معظم الدول أو إحنا المنطقة اللي إحنا بنتكلم عليها هي منطقة النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والنصف الشمالي من الكرة الأرضية مع توجهه للشمس فمتشابه إلى حد كبير في الظروف المناخية مع اختلاف خطوط العرض فبتخليه في بيئات مختلفة. كل ده الإنسان كان بيحاول إن هو يصل للمعادلة اللي تخليه بأبسط الإمكانيات وبالإمكانيات وبالمواد اللي موجودة في البيئة بتاعته اللي تخليه يبقى مرتاح داخل هذا الغلاف. والغلاف ده زي ما كنا بنتكلم قبل كده بنقول إن الغلاف دوت وعلى طول طول الوقت الغلاف دوت بيتكون من الأسقف والحوائط. طبعا عمارات مختلفة حتى في شبه الجزيرة العربية مشهور المصمك، برضو عمارات مختلفة وأوجه مختلفة للغلاف الخارجي للمبنى، حتى المباني اللي كانت ليها ذات طابع دفاعي برضو الغلاف الخارجي للمبنى كان ليه دور وهو دايما ليه دور. العمارة حتى في القرن العشرين وفي أوروبا كان برضو الغلاف الخارجي للمبنى ده عنصر مهم جدا جدا، تطوره التكنولوجي تطوره البيئي عنصر مهم جدا 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 وبيدي التميز الحضري لأي مبنى بيتم تصميمه. أي مبنى بيتم تصميمه المعماري دايما بيدور على غير أنه هو يوفي بالاشتراطات أو الاعتبارات التصميمية الداخلية اللي هي بيحصل ليها انتر اكشن كل يوم مع المستخدم، كمان عايز أنه هو يخلي المبنى بتاعه مبنى مميز مبنى مريح. فأول حاجة بيفكر فيها هو غلاف المبنى غلاف المبنى إزاي يبقى متميز وإنه فيه طبعاً اللي هو يبقى مستدام. حتى العمارة الجوجنهايم حتى كل دوت إبداع في الغلاف الخارجي للمبنى، وبعض منهم كان موظف توظيف بيئي أو توظيف مستدام. طبعا احنا هنبدا نتكلم دلوقتي على الانوفيشن في الغلاف الخارجي المستدام للمبنى، وهنتكلم اول حاجه على البايو فساد. واحنا زي ما قلنا ان هي البايو فساد هو النوع من التريتمنت للواجهات الخارجيه او الغلاف الخارجي اللي بيستهدف تحقيق انفايرمنتال وسستينبل جولز. البايو فساد بتستجيب او بتتعامل سمارت انتر اكشن مع البيئه المحيطه حواليها، وكلمه سمارت هنا مش معناها ان يكون حاجه تكنولوجيه، لا بالعكس ممكن يكون وده اللي هنعرضه ان يكون حاجه مش تكنولوجيه ولا شيء، لكن المصمم العمراني واخد باله كويس من المقومات البيئيه اللي موجوده والماتيريالز اللي موجوده في البيئه عنده وبيوظفها توظيف مظبوط. التوظيف المظبوط ده بيحصل له انتر اكشن مع الانفايرمنت وبالتالي بقدر احقق انا الجول بتاع السستينبل فساد. طبعا محاولات كتيره لان احنا يكون في الفساد او الغلاف الخارجي للمبنى ده يكون ريسبونسيف، يكون يقدر يعمل ريسبونس مع البيئه اللي حواليه ويقدر يتعايش معانا، يكون زي السكيم بتاع الانسان. والمحاولات دي طبعا حاجات كتيره منها كانت ناجحه. مهم جدا ان المصمم يقدر يفكر في لما يجي يفكر في البايو فساد يفكر في السكين بتاع المبنى انه يكون زي جلد الانسان. جلد الانسان في الصيف بيحمي الانسان من الحراره، وفي الشتاء برضه بيحميه من البروده. فهو ده الهدف، هو ده الهدف اللي انت تقدر عايز توصل له. الهدف اللي انت عايز توصل له ان يكون السكين بتاع المبنى دوت
environmentally responsive, يقدر يرسبونس مع الانفايرمنت ويقدر يحقق لك السستينبل جول اللي انت عايزه. في نوعيات خمس نوعيات، في الناتشرال اليمنت فساد، ودي الفساد او اللي السكيم بتاع المبنى اللي بيستخدم عناصر طبيعيه موجوده في البيئه المحيطه زي الناتشرال روكس، زي الناتشرال وود، زي القش، زي المواد الموجوده في البيئه ويعاد توظيفها ويعاد استخدامها زي الطين، زي الفيرنيكولار اركتكتشر بصورها المتعدده، يعيد استخدامها ويعيد توظيفها التوظيف الصح في الواجهات الصح في الاماكن الصح بالالوان الصح علشان يقدر يحقق المعادله الصعبه بتاعت ان يكون الفساد السكين دوت يكون ريسبونسيف، يكون ريسبونس مع البيئه. النوع الثاني هو الريسبونسيف فساد، وهو الفساد اللي بناخد عنصر من ضمن عناصر البيئه ونقول والله احنا العنصر دوت هو اللي هنتعامل بيه، هنتعامل مع عنصر الرياح، هنتعامل مع عنصر الشمس، هنتعامل مع عنصر الامطار، العنصر الغالب اللي موجود في البيئه المحيطه وهو دوت اللي يكون اساس الريسبونسيف فساد بتاعي. او ان احنا نقول النوع الثالث اللي هو السولار سكيم فساد، وطبعا دوت من اسمه بقى واضح ان هو محاولات مختبريه او مخبريه لعمل سكين يكون نقدر منه نولد طاقه، نقدر منه نخزن طاقه، نقدر منه نستفيد بطاقه الشمس ونستخدمها ونعيد استخدامها كطاقه حراريه او طاقه كهربائيه في المبنى لفائده المبنى وانشطته المختلفه. النوع الرابع هو الادابتيف الجي فساد، وده نوع بيتعامل مع المبنى زي ما يكون ورقه شجر، زي ما يكون غلاف خارجي لورقه شجر، ازاي نقدر ان الالجي ديت او الفطريات ديت ان احنا نوظفها في الواجهات الخارجيه، ونقدر عن طريق التفاعل الكيميائي باستخدام الشمس نقدر نولد طاقه او نستخدم طاقه او ان احنا نقدر نفرغ الطاقه ديت بصوره معينه. النوع الاخير هو السيرمو فورمابل بايو بلاستيك فساد، ودوت نوع انتشر جدا وخصوصا المتحرك منه او الثابت منه ان هو ليه هدف لحمايه المبنى واعطائه الفاين اربن لوك او الـ او الديستنجويش اربن لوك. بصراحه هنشوف بعض الامثله للناتشرال اليمنتس، وزي ما معروض قدام حضراتكم ده النوع الاولاني اللي هو الناتشرال اليمنت فساد، اللي هي السكين اللي بيستخدم العناصر البيئيه اللي موجوده في البيئه المحيطه علشان يضمن استدامه الواجهات الخارجيه وبالتالي استدامه المبنى وانشطته المختلفه. فمثلا استخدام الطين في المعالجات الخارجية أو الطين المحروق، استخدام الحجر، استخدام الخشب والقش، كل دي الحاجات اللي موجودة في البيئة، وإزاي المصمم المعماري يقدر إن هو يوظفهم علشان يقدر يحقق غلاف خارجي للمبنى يكون ليه شكل مميز وفي نفس الوقت يكون مستدام، وبنفس الوقت يكون كمان يقدر يحمي المبنى، يحمي العناصر الداخليه اللي في المبنى، وبالتالي يضمن استدامه الفانكشن اللي جوه المبنى واريحيه الانسان داخله. طبعا ده اول فيديو هنشوفه مع بعض، وهو على الريسبونسيف فساد وهنتكلم عليه. انا هشغل الفيديو، برجاء لو ما اشتغلش الفيديو بس حد ينبهني. طبعا ده موديل مشهور ومنتشر على مواقع الانترنت، وهو لفيديو حكاه الفيديو اللي لسه على البايو فساد اللي بتريسبوند للشمس مثلا هنا في الحاله الدراسيه ديت. الموديل ده معمول الفيديو ما اشتغلش على مدار الساعه، وزي ما حضراتكم شايفين بيدرس الواجهه الشرقيه والواجهه الشماليه. السلام عليكم، الفيديو ما اشتغلش. الفيديو شغال، الفيديو شغال. اوكي ثانية.
واضح كده؟ لا لا هو مش شغال تقريبا. حضرتك عامل شير سكرين للباوربوينت، حضرتك بس اعمل شير سكرين للديسكتوب عشان يظهر كل حاجه. ممكن حضرتك تعمل شير سكرين تاني؟ شكرا. ارجوك واضح كده؟ تمام واضح. فزي ما كنت بقول لحضراتكم هو ده الـ 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 الفيديو اللي موجود لدراسة مبنى بواجهاته اللي بترسبوند لعنصر معين من عناصر البيئة المحيطة، وهو في الحالة ديت الشمس. تم عمل الموديل دوت علشان يدرس استجابة المبنى عناصره الخارجية للشمس في التوقيتات المختلفة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو بيدرس الواجهة الشرقية وبيدرس الواجهة الشمالية. طبعا هو بيدرس كمان الزوايا وبيدرس الانحناءات علشان يقدر يحقق الهدف التصميمي اللي هو عايزه. هو مستفيد او هو مركز على عنصر واحد من عناصر البيئة المحيطة وهو الشمس، وبيفكر ازاي يستفيد من الشمس ديت في المبنى بتاعه. نرجع تاني للباوربوينت. فده كان نموذج. خليني احط الفيديو تاني بعد اذنكم. كان نموذج كويس جدا للفكره بتاعت المبنى. وانا هوقف الفيديو نتكلم عليه شويه. كان نموذج كويس جدا للفكره بتاعت البايو ريسبونسيف فساد، وهي الواجهه اللي بتستجيب وبتتفاعل مع عنصر معين من عناصر البيئه المحيطه. في المثال دوت زي ما قلنا هو العنصر اختاره المصمم يكون يكون عنصر الشمس. طبعا احنا في نص الكره الشمالي، فهو بيدرس الشمس على الواجهه الشماليه والواجهه الشرقيه. بيدرس الانعكاس بتاع الحركه. بيدرس ازاي يقدر يعمل تشكيل وزوايا الشمس المختلفه على مدار اليوم، من الصبح الساعه 8 لغايه العصر مثلا الساعه 4. طبعا حضراتكم عارفين البرامج دي بقت منتشره جدا، وزي برامج كتيره جدا بتدرس الامباكت دوت بتاع البيئه، زي الايكوتكت، زي وهو جزء من برامج البي اي ام. طبعا الاستضافه الكريمه يعني لبي اي ام اريبيا. ف البرامج اللي زي ايكوتكت بتقدر بكل بساطه تمكن المصمم ان هو يعمل او يصل للنتيجه اللي هو عايزها. هنخش على بعد كده هو الحاجه اللي هي السولار سكين فساد، وده مجموعه من الباحثين، مجموعه من الاختبارات المعمليه فكرت ان هي تعمل فابريك. الفابريك دوت يكون في تيوبس، التيوبس ديت تكون معرضه، تكون مشكله الشكل الخارجي للمبنى ممزوجه فيه، او ان هي تكون تشكيل تام يعني للمبنى، بتكون من البوليمر وبتكون داخل تيوبس، وبتستخدم او بتستخدم الشمس علشان تقدر
تاخد منها طاقه تستخدمها او تستخدمها في المبنى او تولدها وتستخدمها في عمليات اخرى. طبعا احنا المنطقه العربيه عندنا او يعني خصوصا مصر يعني والمملكه العربيه السعوديه وشمال افريقيا بصوره عامه معرض لكميه كبيره من الشمس، والمفروض ان التوجهات اللي زي كده تكون ليها بريورتي كبيره، سواء كانت على مستوى الاختبارات او على مستوى التطبيقات، نستفيد من الافكار اللي زي كده اللي هي بتمزج الكيمستري او بتمزج الكيمياء بتاعت البوليمرز مع الشمس، مع ازاي اقدر احول بعد كده الطاقه ديت لطاقه. طب استخدمها في ايه؟ هل استخدمها مثلا في الاضاءه الداخليه؟ هل استخدمها في الهيتنج مثلا بتاع الووتر هيترز؟ هل استخدمها مثلا في جزء من احمال التكييف؟ هل استخدمها في اناره المبنى؟ هل استخدمها في بعض الاوبريشن؟ هل استخدمها في الاجهزه الكمبيوتر؟ استخدمها في الباور؟ يعني اوجه مختلفه لاعاده استخدام الطاقه خصوصا اللي جايه من الشمس. طبعا ليها تشكيلات كتيره ولها حدود الابداع يعني مفتوحه، لكن الفكره الاساسيه فيها هو ان ازاي ان انت تعمل البوليمر الاصلي وان ازاي تربطه مع بعض وازاي تبقى مربوط بشبكه كهرباء، وشبكه الكهرباء دي تبقى ازاي بتفيد المبنى وبالتالي بتوفر عنصر من عناصر المبنى وبتساعد في استدامته. النوع الثاني هو الادابتيف الجي فساد، وده مبنى موجود في هامبورغ في المانيا، اتنفذ في ابريل 2013 يعني من حوالي 6 أو 7 سنوات. المبنى بيستخدم عناصر بانلز متحركه قدام المبنى. البانلز ديت موجود فيها الجي، موجود فيها فطريات، وموجود فيها كيماويات، مع وجود اشعه الشمس بتبدا الالجي دي تتفاعل وبتولد طاقه بيستخدمها المبنى. طبعا بعيد عن الفايده اللي ممكن تحصل من ان يبقى عندي مثلا العناصر دي تبقى كشيدنج بانلز او انها تبقى كده، تفكير المصمم ان هو يستغل حاجه زي الفطريات في شيء زي كده هو طبعا تفكير متفرد، تفكير مستدام، لان هو بيحافظ بشكل او باخر على عنصر من عناصر البيئه، وبيستخدمه كمان ان هو يحطه في العنصر من عناصر تصميم المبنى. طبعا دي البانلز وازاي كان طريقه تركيبها وازاي طريقه حركتها، لان هي هتتحرك مع توجه الشمس، لان هي محتاجه ان هي تكون واخده توجه الشمس طول الوقت. فالفكره اللي كانت فكره تصميميه ابتدائيه بدا المصمم ان هو يحطها في نطاق التنفيذ، وازاي يقدر ينفذها وازاي يقدر يصممها في اثناء التنفيذ وازاي يقدر يستفيد منها. طبعا ده الاسكيماتيك ان ازاي المبنى او عنصر الادابتيف الجي بانل ديت ازاي هتفيد المبنى، ازاي هتستخدم هنا، الكيمستري اللي فيها هتستخدم ازاي. تفكير جديد وفكر جديد يعني بيحقق برضو نفس الفكر اللي هو ازاي يبقى الواجهه تكون واجهه حيويه موجوده من عنصر من عناصرها موجود في البيئه المحيطه. النوع الاخير هو الثيرمو فورمابل بايو بلاستيك فساد، وهو بيبقى موجود عن طريق برضو البوليمرز وعن طريق البلاستيك البي في سيز والمنتجات الكيميائيه الحديثه اللي احنا بنشوفها في نهايه القرن العشرين وبدايه القرن الواحد وعشرين. ليها اشكال مختلفه وطريقه تثبيتات مختلفه، بتستخدم على انها تكون موجوده قدام المبنى، تكون موجودة على السكين بتاعة المبنى، تحمي المبنى في المناطق اللي محتاجة حماية، وفي نفس الوقت تدخل القدر المطلوب من الإضاءة، تدخل القدر المطلوب من النفاذية، تكون خفيفة وما تكونش موجودة كحمل من على الواجهات الخارجية. تستخدم بتشكيلات مختلفة، تستخدم ممكن فابريك، تستخدم ممكن بي في سي، تستخدم من البوليمرز،
يكون فيها فتحات تشكيليه مختلفه. طبعا بيطلق للمصمم العنان يعني في التصميم الاشكال اللي بتبقى زي كده. في بعضهم موجود في المنطقة العربية زي المبنى اللي على ايدينا الشمال دوت موجود ومتحرك. على فكرة الحاجات دي متحركة وجميلة جدا اوبرابل، وبتشتغل باسلوب جميل واسلوب بسيط واسلوب في نفس الوقت متميز، وبيدي الواجهة فاين اربن لوب. تخيلوا حضراتكم الواجهة من غير العناصر دي بتبقى عبارة عن واجهة زجاجية فقط، معرضة للشمس طول الوقت، معرضة للنفاذية الحرارية طول الوقت، فيها سطوع شمسي عالي جدا للحيازات الداخلية. لكن المصمم بحرفية شديدة وببساطة شديدة وبفكر جديد قدر ان هو يستخدم الماتيريال الجديدة تكون متحركة تدي شكل متميز للواجهة وكمان تحميها، فبالتالي تضمن استمراريتها واستدامتها. هنتكلم على النوع الثاني، هو نوع الكاينيتيك فساد او النوع المتحرك، وهو النوع اللي بيبقى نوع من الفساد تريتمنت اللي هو بيتحرك او بيتغير من وقت لاخر بيزد على ميكانيكال بيزز، وبيكون الميكانيكال بيزز ده كنترول من عن طريق بيلدينج مانجمنت سيستم، وبيبقى فيه سيناريوهات كتيره موجوده على برنامج كمبيوتر. برنامج الكمبيوتر دوت موجود في جزء من اجزاء المبنى، وهو اللي بيحرك الواجهه ديت، وهو اللي بيحرك الفكر دوت. لكن طبعا الاساس بتاع البرامج ديت او الاساس بتاع السيناريوهات دي هو اساس بيئي، واساس عايز ان المصمم من خلاله ان هو يحافظ على المبنى ويحافظ على العناصر اللي في المبنى، ويخلي الناس اللي جوه المبنى تبقى مرتاحه، ويخلي الناس اللي جوه المبنى تبقى مستفيده بقدر المستطاع. فبالتالي جت الافكار اللي زي كده، ان الواجهات ازاي تبقى عنصر من عناصرها متحرك، وكمان لا ده ممكن كمان تبقى الواجهه كلها متحركه والعناصر بتاعتها كلها متحركه. يعني هنشوف دلوقتي الفيديو، هوريكم فيديو تاني يوضح اكتر الفكرة الإبداعية اللي فكر فيها المصمم. ودي برضو شوروم، دي على فكرة جاليري شوروم موجود في ألمانيا، وهو المصمم من خلاله بيورينا ان هو يقدر يتحكم في كل سنتيمتر من الواجهة، وكل بانل يقدر يحركها بصورة منفصلة، يقدر يستخدم البانلز دي كشيدنج ديفايس فيرتيكال لوبز، يقدر يستخدمها على حسب الشمس تكون فيرتيكال او هوريزونتال لوبز، يقدر يحركها ويحدد الزوايا المختلفه بتاعتها. ويقدر كمان يتحكم في ان يبقى في جزء معتم وجزء نفاذيه، وبالتالي تشكيل الواجهه بيختلف. يعني انت حضرتك لو عديت على الواجهه الصبح ممكن تلاقيها مختلفه عن العصر. مبنى تاني، والسيناريوهات دي بتبقى مخزنه على البيلينج مانجمنت سيستم. طبعا بيلدينج مانجمنت سيستم بيعمل بعمليات كتيره، يعني مش بس بيتحكم في الواجهات الخارجيه، لا بيتحكم في التكييف وانظمه الاضاءه وانظمه الحركه وانظمه والكاردز، بيتحكم في حاجات كتيره جدا يعني. لكن يقدر بكل بساطه ان يبقى متخزن عليه السيناريوهات المختلفه دي، اللي نقدر احنا نوظفها لهدف بيئي او هدف مستدام. مفيش اشكاليه في كده. يبقى انا حققت التشكيل العمراني او المعماري والعمراني، وحققت الاستدامه او الفائده المناخيه او الفائده البيئيه، خليت المستخدم يبقى مرتاح وهو ده الهدف الاصلي للمصمم، وخليت المبنى يبقى مستدام. مبنى زي دوت ممكن يعيش عشرات السنين يعني.
من غير الفكره ديت المبنى يكون مبنى زجاجي شوروم زجاجيه معمول منها 1000 وهيتعمل منها 10000 كمان. شوف هنا هيتحكم في واحده بس، يعني هيوصل بتحكمه ل واحده فقط. طبعا حاجه يعني جميله جدا، ونتمنى نشوفها في قريب في منطقتنا. يعني تاني بس انا هشغل الفيديو واوقف عند بعض الاماكن. هو هنا استخدم الديفايس بتاعه ان هو يكون هوريزونتال لوفر في وقت معين من اوقات النهار. في وقت معين من اوقات النهار انا محتاج المعالجه على الواجهه تكون كده. فلو انا مصمم الجزء ده جزء ثابت مش متحرك، انا مستفيد بيه في جزء معين من النهار. في جزء تاني من النهار او في وقت تاني من النهار انا محتاج الواجهه يكون بس الجزء ده هو اللي شغال، والنفاذيه تكون بس للجزء ده. في وقت تاني من اوقات النهار انا محتاج ان يكون هوريزونتال، يكون الاضاءه داخله بالطول مش داخله بعرض الواجهه كله. اقدر اعمل كده، اقدر اقفل اجزاء وافتح اجزاء بتشكيل معين. يعني حتى لو انا عايز اغير شكل المبنى، لو حتى طبعا لو هو اضاف ان العناصر دي تبقى ملونه، طبعا كان المبنى هيبقى ليه فكر تاني وليه مردود تاني. كونه يستخدم اللون الابيض طبعا ده هو مستخدم اللون الابيض لهدف معين في التصميم عنده، لكن لو العناصر ديت ملونه تتحرك بالحركه ديت، افتكر هيكون التصميم الحضري ليها والمردود بتاعه مختلف جدا. شوف هنا حضرتك، انا محتاج في وقت من اوقات المبنى واوقات واوقات ووقت من اوقات السنه ان يكون الشمس داخله في المناطق دي او بالنفاذيه دي. لو انا مصمم دوت في واجهه، واجهه ثابته، الواجهه الثابته دي طبعا هتكون بتشتغل معايا في جزء واحد من السنه. طبعا انا بيعجبني جدا في الجزء الاخير من الفيديو ان هو يقدر يتحكم في عنصر واحد. هو عايز يقول لك ان انا اقدر اوصل بالبروجرام اللي عندي لدقه عاليه جدا. نرجع على الباوربوينت بتاعنا ونكمل كلامنا. طبعا الكاينيتك بقى فساد حصل فيها تغيرات كتيره، بقى في لوفرز وبقت اللوفرز دي بتتحط بشكل جميل جدا جدا، بتبقى بي في سي، بتبقى متحركه على صوب. بدانا نشوف في المنطقه العربيه الترند ده من التصميم، بدانا نشوف في من ضمن المباني بتاعت الاكسبو بدا يظهر الحاجات اللي شبه كده، بدا يظهر في بعض البنايات السكنيه العناصر اللي زي كده بتبقى عباره عن لوفرز، واللوفرز ديت بكل بساطه متثبته وبيبقى فيها فابريك، والفابريك دوت نقدر نلفه، نقدر نحركه، نقدر نحركه بشكل مختلف يحمي المبنى ويدي شكل جميل جدا للمبنى. انت حضرتك من جوه المبنى ما انت شايف زجاجه قدامه اللوفرز دي بشكل بسيط، اقدر اقفلها كلها لو الشمس او لو العناصر البيئيه اللي حواليا قاسيه مش عايزها انا تاثر على المبنى بتاعتي، اقدر اقفل، اقدر افتح جزء، اقدر افتح اجزاء. يعني بقى في مرونه في التصميم. يعني اضافه الى ان احنا نقدر دلوقتي ان احنا يكون عندنا اهداف بيئيه، لا كمان نقدر يكون عندنا اهداف تصميميه حضريه وعندنا مرونه كبيره في التصميم. طبعا اللوفرز بتتعمل باشكال كتير. انا بيعجبني جدا المبنى اللي موجود ده المبنى ده موجود في الهند،
وهو منزل، ولكم ان تتخيلوا حضراتكم ان الحاجات دي من الرخام، عباره عن شاسيهات من الحديد متحركه مكسيه بالرخام ومكسيه. طبعا دولت متحركين، طبعا البيزك بتاع المبنى ثابت وهو من الاحجار، وحتى المصمم فكر ان هو بصوره بسيطه جدا ان هو يقدر يحرك، يحط عنصر بسيط من عناصر التصميم في فيلا، في مبنى مش مبنى عام يعني، مبنى فيلا سكنيه، ويقدر يوظف نفس الفكر بتاع ان الواجهه تكون متحركه ومتغيره ومستدامه. طبعا ابداع حقيقي يعني، ابداع في التصميم، مش واجهات تقليديه ابدا، مش سكين خارجي للمبنى التقليدي ابدا، سكين متغير ومتطور ومتحرك وبيدي اعتبارات كتير. مبنى جميل جدا 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 وبسيط وبيحقق الهدف المرجو. هنتكلم في الجزء دوت عن بعض الاعتبارات التصميميه اللي احنا، او الاستراتيجيز اللي احنا نقدر نتبناها في تصميم المبنى الخارجي. طبعا اهم حاجه هو السيطره على السولار امباكت، السيطره على الحراره، والسيطره على نفاذيه الحراره ونفاذيه اشعه الشمس داخل المبنى عن طريق الفينستريشن او الشيدنج ديزاين، عن طريق النوافذ او عن طريق الشيدنج ديفايسز سواء كانت هوريزونتال او فيرتيكال. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، خصوصا في المنطقه العربيه، خصوصا للواجهات اللي بتقع في الجنوب والغرب. الواجهات دي معرضه، والاسطح الكبيره، الواجهات والاسطح ديت معرضه لكميه اشعاع حراري كبير. اشعاع الحراري دوت بيأثر على الفانكشنز بتاعت المبنى، بيزود الحمل الحراري للمبنى. لازم احنا كمصممين اذا ما كناش هنحمي، اذا ما كناش هنستفيد من وجود الحراره والشمس ديت، فعلى الاقل ان احنا نحمي المبنى منها بوجود الفينستريشن وحساب نسبتها المظبوطه، لان الفينستريشن ليها نسبه لكل حيز، بيكون الويندو ليها حيز علشان نقدر نحسب قد ايه الاضاءه اللي داخله جوه المبنى اضاءه طبيعيه، وبالتالي المعدل الابهار يكون قد ايه. تاني نقطه هو التوصيف الزجاج، لازم يكون توصيف الزجاج من النوع اللو ايميشن، اللي هو اللي بيدخل اقل ما يمكن من النفاذيه الحراريه، ويكون في كوتنج، ويكون الار فاليوز بتاعه الار فاليو او الار فاليو او اليو فاليو بتاعه الحوائط والازاز تكون عاليه. يعني احنا بنستخدم حاليا في الار فاليو في الحوائط مش اقل من ار 18 في احنا بنشتغل في المملكه العربيه السعوديه، بنشتغل ار 18. كنا بنشتغل ار 16 قبل كده، ودلوقتي بنشتغل ار 18. طبعا ابتدينا الار فاليوز من ار 14 ودلوقتي ار 18، وهي بتحقق نفاذيه وحراريه ممتازه. طبعا الانتيريور تمبريتشر لازم تكون برضو كنترول، لازم الواحد يكون عارف بالظبط ايه هو الانتيريور تمبريتشر اللي عنده، ونقدر نشوف ايه هي المواد اللي احنا هنستخدمها في الحوائط الخارجيه وفي المبنى من بره. طبعا من اذا كنا مضطرين ان احنا نستخدم الماسونري او اللي هو السينيو او البريكس او اللي هو الطابور او البلوكس او الكونكريت او البريكاست او الحاجات اللي هي معدل النفاذيه الحراريه بتاعتها عالي، لازم يكون وراها فكر ازاي انا هقدر اعزل الحراره، وازاي انا هيكون عندي عازل حراري موجود في الواجهات الخارجيه علشان اقدر احمي الانتيريور، السبيسز الانتيريور الداخليه اللي وراها. طبعا لازم احسب الحمل الحراري بتاع المبنى ما حول المبنى. احنا عندنا نوعين من الاحمال الحراريه، في حمل الحراري اللي المبنى بيخزنه طول اليوم في الواجهات الغربيه والواجهات الجنوبيه، بيخزن المبنى الحمل الحراري دوت، ده نوع. النوع الثاني ما حول المبنى، ما حول المبنى من الارصفه وكده، لازم برضو ان احنا نكون حاطين في اعتبارنا، علشان كده دايما نقول ان كل ما تزيد مساحه
الهارد سكيب حوالين المبنى كل ما الحمل الحراري اللي حواليه يكون عالي. فاحنا المفروض نكون نقرب اللاند سكيب من المبنى ونبعد الهارد سكيب عن المبنى علشان نقلل الحمل الحراري ما حول المبنى. طبعا من ضمن عناصر التصميم هو الايرلوك او وده عنصر من عناصر التصميم بتستخدم عند المداخل، وهو بيبقى عباره عن فراغ صغير بيحمي، وخصوصا في الاماكن الرطبه اللي فيها رطوبه عاليه زي مثلا في جده، زي في المنطقه الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه، او في المنطقه الشرقيه او في الكويت، او زي في اسكندريه، او زي في الاماكن اللي فيها رطوبه عاليه. التكييف لما او في الاماكن اللي بيبقى فيها حركه كتير ودخول وخروج كتير، التكييف بيطلع بره نتيجه فروق الضغط، فلازم يكون في فراغ هو بيكون ايرلوك علشان يحمي التكييف من تسربه للخارج، وكمان يحمي الهيت جين ان هو يخش جوه المبنى. طبعا الالوان الفاتحه والريفلكتيف سيرفيس طبعا دوت يعني حاجه ريكومندد جدا 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 في التصميم، ان احنا نبعد عن الالوان الغامقه ونبعد عن الاسطح اللي بتمتص الحراره، اللي بتمتص الالوانها بتمتص الحراره، ونستخدم العواكس الحراريه. طبعا لو يبقى في استراتيجيات من الناتشرال فنتليشن زي الاستراتيجيات بتاعت، وطبعا احنا كلنا اولاد العماره العربيه وعارفين الملاءف الهواء وعارفين الحاجات اللي زي الناتشرال فنتليشن، عارفين زي الكورت ياردز والحاجات اللي بتقدر الانترنال كورتس او الاكسترنال كورت ياردز او الحاجات اللي بتقدر نعمل عن طريقها ناتشرال فنتليشن، ان يكون في هواء طبيعي مع الحاجات التكييفات وكده، طبعا دي حاجه كويسه جدا. طبعا الماتيريال اسمبلي بتاع الماتيريال اسمبلي بتاع الغلاف الخارجي للمبنى هو ايه، هو تصميم الكونستراكشن تايب بتاع الغلاف الخارجي للمبنى لازم يكون ايا كانت الماتيريال اللي فيه، لازم يكون فيه فيبر بارير، لازم يكون فيه غلاف شفاف رقيق بيحمي من الفيبر، لان الفيبر في الاماكن اللي بيبقى فيها رطوبه عاليه بتتكثف في الغلاف الخارجي للمبنى، وبالتالي بتسرب الميه وبتبوظ العزل الحراري اللي جوه، وبتنقل كمان الرطوبه للداخل المبنى. طبعا لما نيجي نتكلم على الجليزنج نتكلم على الهاي فيزيبل ترانسميشن. طبعا احنا ناس كتير جدا وناس كتير جدا بتحب العماره الحديثه اللي بيكون فيها نسبه زجاج عاليه، اللي بيكون فيها نسبه زجاج ملون كتير، مفيش طبعا مشكله في كده، لكن شوف الفيزابيليتي ترانسميشن بتاعه لازم يكون اليو فاليو بتاعه كنترول علشان نقدر نشوف ما يبقاش ان انا بعمل زجاج انضر منه في تكييف وادفع كهرباء غاليه جدا، وبالتالي المبنى يبقى بينضر مش بيستفيد. طبعا higher daylight transmission and lower shading coefficient على الوجهات الشماليه اللي فيها جلير عالي. طبعا الاضاءه الطبيعيه جزء لا يتجزا من تصميم الغلاف الخارجي للمبنى، لان الاضاءه الطبيعيه بتخش عن طريق الغلاف الخارجي للمبنى، وبالتالي لازم احنا نكون عارفين بالظبط احنا بندخل قد ايه علشان ما تعملش ابهار، وخصوصا في الحيزات اللي الابهار فيها مضر زي الفصول الدراسيه، زي المكتبات، زي الاماكن اللي بيبقى فيها تريتمنت، زي الاماكن اللي فيها محاضرات، الابهار فيها مضر مش مفيد، زي الاماكن المكتبيه او الاماكن اللي بيبقى فيها عمل لمدد طويله في اثناء النهار. مش محتاج ادخل اضاءه طبيعيه، لكن في نفس الوقت ما بقاش محتاج الاضاءه الطبيعيه دي تكون مبهره ليا ما اقدرش ان انا اتعامل معاها. لازم احط في اعتباري ان انا بالاضاءه الطبيعيه انا بعوضها بجزء من الاضاءه الصناعيه واحقق اللكس المطلوب، فلازم اعمل كنترول على قد ايه بالظبط هيجي لي اضاءه.
طبعا المعالجات بالنسبه للاسقف كتيره جدا جدا جدا، منها الاسقف المنكسره، منها ان احنا نحط كلير ستوري، من نحط باسيو، نحط ويندوز، نحط كلير ستوري ويندوز، معالجات كتيره، نحط سكاي لايتس، نقدر نابلاي الجرين روفز في بعض الاماكن طبعا مع ضمان الصيانه بتاعتها الكويسه. انا بشوف ان الحل بتاع الاسقف المنكسره في بعض الاجزاء بيكون حل افكتيف جدا، لان المشكله بتكمن في المسطح، لما يكون السقف مسطح بيكون اكبر قدر من الاضاءه في اثناء النهار، اللي هي فتره من 10 الصباح لغايه الساعه 2 الظهر، مركزه تقريبا تركيز عمودي على المبنى، وبالتالي السطح المبنى بيستقبل كميات قويه من الحراره، وبيبقى عنصر سالب في المعادله بتاعت الاستدامه بتاعت الغلاف الخارجي للمبنى. طبعا لو نقدر ان احنا نحط نمزج التقنيات دي مع بعضيها، يعني نخلي في جزء من الروف مثلا في كلير ستوري او سكاي لايت، جزء منه جرين روف، جزء منه في فوتو سيل عشان اقدر استفيد منه ان انا اولد كهرباء، لو انا اقدر امزج كذا تقنيه وكذا استراتيجي مع بعض ده هيفيد اكتر. لو اقدر مثلا يبقى في جزء اتريوم علشان اقدر احرك الهواء واقدر استفيد من حركه الهواء، طبعا الحاجات دي كلها المزج ما بين التقنيات والمزج ما بين الاستراتيجيز عنصر من عناصر كفاءه المبنى، وبيعلي جدا 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 الريت بتاع المبنى وبيعلي جدا استدامه المبنى. طبعا هنتكلم هنا في الكونكلوجن والريكومنديشن على بعض الحاجات اللي انا بشوفها من وجهه نظري انها تكون مهمه جدا ان احنا ناخد بالنا منها، ومهمه جدا لحضراتكم ان تبداوا تاخدوا منها وتبحثوا وتطوروا وتدونا معلومات تفيدنا كلنا. فاهم حاجه فيها ان الغلاف الخارجي للمبنى عنصر مهم جدا 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 من عناصر استدامه المبنى، ولازم ان احنا ناخد بالنا منه في الاعتبار، ناخد بالنا منه في الاعتبار واحنا بنصمم. ان السكيم بتاع المبنى دايما كان بيتفكر فيه او بينهج نهج مستدام، لغايه لما ظهرت الترندز الحديثه اللي هي عايزه تعمل ماس برودكشن لعماره معينه، او اللي هي بتصمم عماره معينه من غير ما تاخد الاثر البيئي او من غير ما تعمل اسسمنت للاثر البيئي بتاعها، فبالتالي ما كانش بيتم دراسه بالظبط ايه اللي كان بيحصل، لكن طول عمر الغلاف الخارجي للمبنى عنصر مهم جدا. البيلينج انفلوب في العالم كله بيتغير والترندز بتاعته بتتطور والترندز بتاعته بتتغير تغير سريع. الهدف من التغير اصبح هدف مستدام، اصبح مش بس ان انا ابهر العميل او ان انا اعمل مبنى يكون شكله يونيك في محيط حضري معين، لا ده انا لازم المبنى بتاعي يكون مستدام علشان دي فايده المستخدم. احنا بنصمم علشان المستخدم، والمستخدم دوت لازم يكون هو اولى اهتماماتنا. المستخدم بتاعنا هو مش المستخدم اللي جاي لي النهارده بيصمم، لا هو الفيوتشر جينيريشن، ابني وحفيدي وابناء حضراتكم والاجيال الجايه، هم دول الكلاينت بتاعنا اللي جاي لنا النهارده. طبعا الموست ريسنت تكنيكس كلها بتعتمد على سوري الموست ريسنت ترندز بتعتمد على التكنيكس، بتعتمد على ان احنا عندنا تطور تكنولوجي ليه ما نستفيدش منه؟ ليه ما نقدرش ندخل البايو والكاينتيك فساد؟ ليه من الحاجات دي ما تبقاش هي الفيوتشر؟ كل دي تساؤلات وكل دي اطروحات يمكن نشوفها في المستقبل القريب. الريكومنديشن ان احنا لازم نفكر في المنطقه العربيه بتاعتنا في الميدل ايست، ان ازاي نخلي الواجهه او نخلي الغلاف الخارجي للمبنى ده يكون دايما مستدام، لان اذا كان الغلاف الخارجي للمبنى دايما مستدام فبالتبعيه كل شيء هيبقى جوه المبنى هيبقى ينهج نهج مستدام. الوقت جه
لان احنا نقدر نقدم الترندز الجديده ديت البايو فاسادز والكاينيتك فاسادز ان هي تبقى جزء من الـ من الـ من التطور، وخصوصا في الميدل ايست، خصوصا في المملكه العربيه السعوديه، في الكويت، في مصر، في الجزائر، في الاماكن اللي بتواجه درجه حراره عاليه، ونقدر نستفيد من الحاجات البايو والكاينيتك فيها. طبعا في انرجي كتيره بتروح علينا، ولازم نكون احنا مؤمنين بكده. الانرجي الكتيره اللي احنا بتروح علينا دي مينلي وبصوره قويه هي مركزه في الشمس، يجي بعديها الرياح، يجي بعديها الامطار. الثلاثه دولت من اوجه الطاقه اللي المعماري لسه ما وظف، المعماري في المنطقه العربيه لسه ما وظفهمش، لسه محتاج ان هو يدرسهم ازاي يوظفهم علشان يقدر بكل اريحيه ان هو يقدم حلول تصميميه تنهج نهج مستدام وتكون في نفس الوقت مفيده. طبعا لو احنا اخذنا نهج البايو والكاينيتك فساد، احنا هنوفر كتير جدا من الريسورسز، وبالتالي هنوفر كتير جدا من الفاندز. الفاندز دي احنا ممكن نحطها في اماكن تانية، ممكن نحطها في مباني تانية، ممكن نحطها في مشروعات اخرى، فبالتالي يتحقق فكر الاستدامه اللي هو ليه ثلاثه بيلرز، ليه ثلاثه بيلرز، مش بس في الانفايرمنت، لا كمان في السوشيال، لا كمان في الايكونوميك. احنا نقدر نحقق السستينابيلتي ديت في جميع الاوجه بتغيير بسيط في جزء من الاجزاء. طبعا ممكن يكون، ودي نقطه مهمه طبعا احب ان انا اتكلم عليها دقيقه كده او شيء. طبعا المشكله اللي بتواجهنا او من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا هي الانيشال كوست او الكوست المبدئي بتاع الحاجات اللي زي كده، بتكون عالي شويه، بيكون عنصر من عناصر الريسك اللي بتخلي الكلاينت يفر من الحلول اللي زي كده وما يقدرش يقتنع بيها. لكن احنا لازم نقدمها له بصوره اللايف سايكل كوست، لازم ندرسها، ولازم المعماري يكون بيقدمها للكلاينت بصوره اللايف سايكل كوست، هي الكوست بتاعه المبنى في على مدار عمره المفترض. يعني لو انا بصمم مبنى النهارده سنه 2020، المبنى دوت هيشتغل سنه 2022، مقدر ليه ان هو يعيش 30 سنه. تكاليف التشغيل، التكاليف المبدئيه للتصميم لو هي مليون دولار، تكاليف التشغيل باستخدام السستينبل تكنيكس لو هي مليون و 200 الف دولار، فاكيد اللايف سايكل كوست هتوفر لي منهم كتير جدا جدا جدا، وخصوصا في استخدام الكهرباء، وخصوصا في استخدام التكييفات، خصوصا في اريحيه المستخدم، خصوصا في استدامه المبنى. المبنى ده يقدر يشتغل في فترات كبيره ويشتغل لسنين اكبر، يمكن اكبر من المقدر ليه. فكل دي اللايف سايكل كوست باراميتر اللي لازم يدرس ولازم يتقدم للكلاينت، انه والله اقتنع يا كلاينت، اقتنع باللايف سايكل كوست، ما تقتنعش بالانيشال كوست. طبعا انا لغايه هنا اكون خلصت البرزنتيشن بتاعتي، واتمنى اكون ان انا يعني شرحتها بصوره كويسه. طبعا لو في اي اسئله انا ارحب بيها. بعد الاسئله ان شاء الله هيكون في سلايد اخيره، بس هقول لحضراتكم ايه هي المحاضرات اللي جايه ان انا برتب ليها، ولان هي هتكون من ضمن جزء من استطلاع راي انا هعمله على ايهم ابتدي بيه، وانا شايف ان معظمهم مهم، لكن طبعا اراء حضراتكم هتكون مفيده جدا ليا. شكرا جزيلا لوقت حضراتكم، وشكرا جزيلا لحضراتكم. ألف شكر يا دكتور، الله يكرمك. كان في حد بعت سؤال، ازاي تتحرك الفيلا الحجرية؟ الفيلا الحجرية برضو بتشتغل بنفس الاسلوب، بتشتغل بالبيلدينج مانجمنت سيستم، بتشتغل ميكانيكالي، بتشتغل بماتور، يعني الميكانيكال ده بيشتغل بماتور، بس طبعا صورة مصغرة من البيلدينج
مانجمنت سيستم. وللعلم طبعا البيلدنج مانجمنت سيستم دلوقتي خلاص بقى حتى في الفلل، وبقى في البنايات بقى داخل فيه المونيتورنج سيستم، ازاي انا اتحكم في الاضاءه، ازاي اتحكم في التكييف، ازاي اقدر اتحكم في فانا ممكن من في البيت عندي بركب موديول صغير، الموديول دوت بيخليني اقدر اتحكم في الاير كونديشن، اشغله قبل ما اجي البيت مثلا، او ان انا اشغل اللايتنج، او ان انا اطفي الباور، او ان انا اعمل لوك، او ان انا اراقب الكاميرات. فالبيلدنج مانجمنت سيستم هو اللي بيتحكم في الفيلا، لكن انا عرضتها علشان ان المصمم حب يحط ماتيريال طبيعيه في ويمزجها مع اللوفرز المتحركه. دكتور عفاف بدرات، اهلا وسهلا. انا عشان انتوا طلبتوا مني كده، انا شايفه ان في حد تاني رفع ايده، بس anyway انا هنتهز الفرصه اولا ان انا اشكر جدا المهندس ايمن، لان بصراحه عرض جميل جدا جدا، وانا اتمنى هو ليه ما تعرضش في السعوديه كمان؟ ده اول عرض لي. لا هو هو لا اتعرض في السعوديه قبل كده، واتعرض في البحرين، واتعرض مرتين في السعوديه، واتعرض مره في البحرين. يعني تعرض في الجمعيه السعوديه لعلوم العمران؟ والله انا طبعا مشترك في الجمعيه السعوديه لعلوم العمران في شعبه المباني الصحيه، لكن ما عرضناهوش في شعبه المباني الصحيه، لكن يشرفني طبعا ان احنا نعرضه في الجمعيه السعوديه لعلوم العمران في اي شعبه اخرى. طيب خليني احاول في ده. وطبعا انا ممكن استاذن بيم اريبيا اني اخد اللينك بتاع فيسبوك وهبعت اللينك ده بالبرزنتيشن ليهم علشان يبتدوا يتعرفوا عليكم. هل موافق ولا ايه الوضع؟ ايوه طبعا هبعت لحضرتك حالا دكتور. طيب السؤال اللي انا حابه اساله، يعني الكاينتيك فاسيدز او انفلوب بيبقى هايل جدا، بس احنا وضع بلادنا للاسف متربه للغايه. يعني انا لو اقارن مثلا هنا بانجلترا، بلاقي انجلترا الدنيا مطر على طول، نادر جدا التراب، انما في بلد زي مصر التراب شرس. فازاي نقدر الحاجه دي تبقى مينتيند بحيث انها ما تتلفش؟ شكرا. طبعا سؤال حضرتك ممتاز جدا وجميل جدا، وبيخليني اخش على موضوع تاني وهجاوب على سؤال حضرتك. طبعا من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا، طبعا انا موجود في المملكه العربيه السعوديه من 15 سنه، ومدير مكتب استشاري كبير، ورئيس فريق التصميم، وبنشتغل لمعظم العملاء، وعندنا مشكله كبيره مش بس في مصر، عندنا مشكله كبيره في ان الناس اللي بتعمل مينتيننس مش دايما يكونوا مؤهلين ان هم يعملوا مينتيننس، والبيئه قويه وسيفير وشرسه في موضوع التراب، بيجي لنا عواصف ترابيه سواء كان في منطقه الرياض ومنطقه نصف المملكه، يعني منتصف المملكه، او حتى عندنا في المنطقه الشرقيه او كده. فدي موضوع مهم جدا جدا جدا. اجابه لسؤال حضرتك، طبعا الكاينتيك فساد بيبقى مدمج فيها بعض الوصلات للمياه والشيدنج والتنظيف الذاتي، وانا شفت كذا فيديو لحاجات زي كده، واقدر ان انا يعني اجمعهم وابعتهم للاستفاده او ادمجهم في محاضرات اللي جايه. لكن زي ما قلنا طبعا البيلدنج مانجمنت سيستم بيتحكم بصوره قويه جدا جدا جدا، وفي الحاله بتاعه استخدام مياه علشان تنظيف الاسطح اللي هي المتحركه وكده، طبعا بيدمج مع المياه دي بتكون مستخدمه او بتكون عائد مياه الري. بيكون عائد مياه الري بيكون متفلتر علشان ما يكونش فيه اي شوائب، وبيستخدم ويعاد استخدامه ببامب صغيره، وبتطلع بتمشي في السيستم بتاع المبنى وتبدا تنزل على المبنى وتنظفه بصوره دوريه، وبتكون
اللي بيعمل لها كنترول او اللي بيعمل لها تحكم هو البيلدينج مانجمنت سيستم. تمام. في استاذنا استاذ احمد عايز يسلم حضرتك. استاذ احمد اتفضل. والد حضرتك معانا. استاذ احمد. طيب دكتور هاني. دكتور هاني اتفضل. دكتور هاني مساء الخير. نور اهلا وسهلا. مساء الخير باشمهندس ايمن. اهلا وسهلا فندم. طبعا انا سعيد جدا ان انا اشوف ده. انا دكتور هاني ابو العلا استاذ جغرافيا العمران ونظم معلومات الجغرافيا في جامعه الفيوم. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. طبعا هو الخلط ما بين او ان احنا نعمل هايبرنج يعني بتوين العماره وبتوين السستينابيلتي ده شيء رائع جدا. النهارده بشوف حضرتك بتقدم جزء هام جدا في البيئه اللي هو احنا دايما عندنا شيء من الانفصال. يعني نفكر في خطه ونحط استراتيجي والاستراتيجي دي دايما ما بتبقاش كامله. انا سعيد جدا باللي سعادتك بتقدمه ده. ده شيء مهم جدا ان احنا يكون عندنا بناء متوائم بشكل كبير جدا مع البيئه. وطبعا اعتقد ان ده قابل ان احنا نعدله وفقا لبيئتنا العربيه. يعني مش هالي سعادتك قلته. يعني سعادتك صممت تصميم رعيت فيه بعض الابعاد كده في درجه حراره معينه او في شيء من الطاقه معين او في شيء من الرطوبه معين. اعتقد ان ده قابل لان احنا ممكن نعدله في ظروف بيئتنا المختلفه. طبعا سعيد جدا بالمحاضره وبشكر حضرتك عليها بشكل كبير. شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. وطبعا التعديل وارد واحنا زي ما احنا بنقول دايما ان معادله الاستدامه معادله بارامترز بتاعتها مفتوحه ومعادله مرنه معادله ريزيليانت. حتى اللي احنا بنقدمه دلوقتي او اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي طبعا هو نابع من اليونايتد نيشن ديكلاريشن 2015 وهو ان هو عايز يعمل او يوصل للريزيلينس او المرونه في المدن بصوره عامه. فمن اول الانفراستراكشر لغايه احنا عندنا في البيلدينج لازم يبقى مرن بصوره او باخرى ان هو يبقى مستدام. التعديل والتظبيط في البارامترز وارد ومطلوب ومهم لان طبعا معظم الحاجات اللي احنا بنقدمها هي حاجات بنختبرها. فلازم ان احنا بعد ما نقدمها كمان نعمل لها اسسمنت ونقدر نعرف قد ايه هي بالظبط فيتنج او ان هي حققت البيربز بصوره قد ايه. تمام. في سؤال من البشمهندسه فاطمه. هي الواجهات المتحركه بتتحرك ببرامج ايه؟ يعني ازاي ممكن الواحد يعمل فيديو كده؟ هل هو المقصود في اثناء التصميم؟ في اثناء التصميم يعني حتى برنامج الكوتكت ولا بيكون ازاي؟ خليني طبعا سؤال جميل جدا. خليني اقول الحكايه من الاول. طبعا احنا في اثناء طبعا ده هيخليني اروح حته كده صغيره اتكلم في على العمليه التصميميه. العمليه التصميميه بتاعه اي مشروع تصميم عمراني لازم يبقى فيه موديل ديزاين. والموديلنج ديزاين ليه اوجه كتيره من الفيزيكال موديل. يعني احنا ساعات لما بنيجي نتكلم على التشكيل بتاع الكتل لازم بعمل فيزيكال موديل. لازم بمسك صلصال واقعد اشتغل بيه او امسك كرتون واقعد اقصه واشوف الموديل بابعاده ازاي الكتل متركبه مع هتركب مع بعضها. لكن لما باجي ادرسها من الناحيه البيئيه طبعا في برامج كتير. برامج كلها برامج سيميوليشن اشهرهم واكثرهم تعاملا مع العناصر المستدامه او عناصر الاستدامه هو الايكوتكت. لان الايكوتكت بيدرس كمان المحددات البيئيه طبقا لخطوط العرض والطول. فانت بتدخل المبنى وتقول والله المبنى بتاعي مثلا في القاهره في موجود مثلا في المعادي وده المبنى اهو موجود في القاهره في المعادي او في اي مكان. الاحداثيات بتاعته اهي وانا هبدا ادرسه من التوجه ده وابدا اعمله لينك وابدا اشوف
السيميوليشن بتاعه هيديني ايه، لكن قبل كده لازم اكون مفكر. يعني ده لا ينفي التفكير، التفكير ما بيكونش في البرنامج. انا يعني دايما من دعاه ان انا اشتغل على الشفافه واشتغل على الموديل واشتغل على الـ على الـ على الـ على الـ قبل ما اخش على البرامج. البرامج بتساعدني ان انا افهم اكتر وادرس اكتر، لكن مش بتساعدني ان انا افكر. طبعا انا ارشح لها جدا برنامج ايكوتكت. طبعا برضو من البرامج اللي بتعمل سيميوليشن الماكس، لكن هو ما فيهوش مديول بيئي. يعني الايكوتكت ده مديول بيئي بيديني نتائج اكتر، لكن انا برضو عايز اعمل موديلنج للتصميم، ما عنديش مشكله ان انا اشتغل في الماكس او البرامج اللي شبه كده. طيب في سؤال برضو عايز تعرف موجز للجرين بيلدينج. طبعا الجرين بيلدينج ترند من ضمن الترندز، يعني هو ابن منظومه. هو اتولد من الجرين اركيتكتشر. لازم الاول نعرف الجرين اركيتكتشر عشان نعرف الجرين بيلدينج هو ايه. الجرين اركيتكتشر هي كل ما هو بيتم تصميمه جاي من مبدا اخضر، انه يكون ريسبونسبل للبيئه اللي حواليه. لازم يكون بنصمم بمسؤوليه، يعني التصميم بمسؤوليه. فده تعريف الجرين اركيتكتشر، ان انا اي حاجه بصممها بيكون بعتبر العناصر البيئيه اللي حواليا واصمم بمسؤوليه تجاهها. طيب المبدا الاخضر ايه هو؟ المبدا الاخضر زي طبعا جرين اركيتكتشر، تحتيها جرين اربانيزم، تحتيها جرين بيلدينج، تحتيها جرين لاند، طبعا يعني جرين ماتيريال، تحتيها افرع كتير. طيب البيلدينج بقى نفسه لازم ان انا اصممه برضو بنفس الفكره، اصممه بمسؤوليه خضراء. يعني بالتالي ان المبنى دوت لازم يكون استخدم فيه الماتيريال موجوده في البيئه المحيطه بتاعتي، استخدم فيه العناصر المناخيه اللي موجوده في البيئه بتاعتي، استخدم فيه العناصر الثقافيه والتراديشنال اللي موجوده في البيئه بتاعتي، استخدم كل ما هو في البيئه بتاعتي من ناحيه الايكونوميك او من ناحيه السوشيال او من ناحيه الاجتماعيات او من ناحيه الانفايرمنت. كل العناصر دي لو انا استخدمتها في تصميم مبنى ما، فالمبنى ده بيتحول لمبنى اخضر او مبنى مستدام. ده بكل بساطه وبكل بالبلدي كده احنا بنقول ده التصميم او المبنى الاخضر، يعني بصوره عامه، يعني بصوره برود. طيب في سؤال، ما هو اسم الشركه اللي بتقيم الجرين كونستراكشن؟ طيب طبعا اشهر شركه، او مش هي مش شركه، هي نعم منظمة أو مؤسسة؟ أشهر منظمة، طبعا منظمات كتير، لكن أشهر منظمة عالمية موجودة في العالم كله هو الليد، LEED. والليد بتشتغل من أثناء التصميم أو من قبل التصميم وأثناء التصميم وقبل التنفيذ وأثناء التنفيذ ولغاية لغاية لما المبنى يحصل له كونستراكشن. فهي بتقيم المبنى في جميع مراحله، من أول ما حضرتك حطيت قلت بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي أهو لغاية لما المبنى يخلص، المراحل مختلفة وهي اللي بتقيمه. طبعا بيبقى عن طريق ريبورتس وبيبقى عن طريق كاتيجوريز. في كاتيجوريز، هم أربعة كاتيجوري. في كاتيجوري اللي هو بيبقى ابروفد وهو بيحقق اقل من 49 نقطة، او سيلفر فوق 49 نقطة، او جولد، او دايموند. طبعا في مباني كتيرة جدا موجودة هنا في المملكة العربية السعودية وصلت للدايموند، ومعظمها موجود في كينج عبد الله فاينانشال ديستريكت. في مباني اصلا كمان في سوري بلاتينيوم مش دايم. في مباني في مصر افتكر دلوقتي في مبنى او مبنيين كمان وصلوا للبلاتينيوم. في القريه الذكيه. ايوه مظبوط كده. فالمباني ديت بيبقى في ريتنج معين على حسب النقط اللي انت حضرتك بتحققها. بتقول والله انا هحقق النقط ديت، وبتيجي الليد تشوف حققت انت فعلا النقط ديت ولا لا،
وعلى اساس ده تديك الشهاده. النقط بيتم تقييمها والتقارير بيتم رفعها في مرحلتين، مرحله التصميم المبدئي ومرحله التنفيذ اللي هو قبل نهايه التنفيذ، وبيكون فيها زياره للموقع. واعتقد في كود موجود في مصر اللي هو الهرم الاخضر ده. اه طبعا طبعا. نيجي بقى هنا، احنا اتكلمنا على المنظمه العالميه، اشهر منظمه عالميه فيهم هي اللي، لكن في لوكالي في مثلا نظام اسمه نظام استدامه موجود في الامارات. نعم فاهم؟ الامارات اه موجود في الامارات. في الهرم الاخضر موجود في مصر، لكن لسه في مراحله البدائيه يعني لسه ما طلعش بقوه. في افتكر نظام في قطر اسمه جي سي اس. جي سي اس مظبوط. فده كلها طبعا ده مجهود مشكور جدا 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 ومجهود جميل جدا جدا ان الناس دي في الدول خدت الليد ايديا وبدات توظفها على حسب احتياجاتها هي وعلى حسب رؤيتها وعلى حسب اهدافها وعلى حسب احتياجاتها وعلى حسب الكالتشر بتاعتها. فانا افتكر ان النظم دي هتكون ان شاء الله في المستقبل القريب بديل للليد، وهتكون هي البديل الناشونال للليد، وهيكون كومبيتيتيف كمان ليه. لكن الليد هو اشهر حاجه عالميه، وطبعا هي منظمه غير ربحيه، ولكن البروسيس بتاعتها كلها مدفوعه يعني طبعا عشان دعم المنظمه. تمام. في من المهندس احمد ابو العنين، استاذ متجير، نتمنى محاضره اخرى لبيان الديتيلز لطريقه التنفيذ، وهل الستاره الخارجيه المتحركه لها نظام انشاء مستقل او مرتبط بالمبنى؟ وقرر جزاكم الله كل شكر سعاده المهندس ايمن، جعلتنا نعيش في حلم واقعي رائع. المهندس احمد ابو العنين. شكرا جزيلا باشمهندس، جزاك الله خيرا. طبعا جميل جدا، انا ان شاء الله اعمل محاضره قريبه كمان عن ازاي الحاجات دي تقدر تتركب وتتنفذ، التفاصيل بتاعتها بسيطه وسهله، لكن هي بفكر عام خليني برضو الخص علشان افتح الباب للناس ان هي تدور ورايا وتستفيد. هو السيستم بيكون سيستم مستقل متركب على الواجهه، وبيكون احماله بيكون لي احمال انشائيه، والاحمال الانشائيه دي بيتم عكسها على البلاطات الانشائيه، وبتكون معتبره في التصميم الانشائي. بيكون بتركبها طبعا ببولتس، والبولتس دي بيبقى فيها مواتير صغيره عشان نقدر نحركها ونقدر نتحرك فيها، لكن هو السيستم بيبقى سيستم مستقل عن الواجهه، وغالبا الواجهه بتبقى جوه بتبقى زجاجيه. طيب في سؤال برضو، هل المقصود بالاير لوك هو استخدام كالاير كيرتن؟ طبعا الاير لوك، الاير كيرتن هي بديل الاير لوك. الاير لوك هو حيز، هو فراغ لا يقل عرضه عن 2 متر ونص، لا يقل سمك دبسه يعني عن 2 متر ونص ل 3 متر، بيكون عبارة عن مدخل صغير قدام المدخل الرئيسي علشان التكييف يطلع. لكن الابليكيشن بتاع الاير كيرتن ممكن يستخدم في بعض الاوقات ان هو يحمي برضه من الحرارة، لكنه مش افكتيف قوي يعني بصراحة. يعني الاير كيرتن نظام مش افكتيف قوي، لكنه مستخدم ومستخدم بكثرة ويعد بديل للاير لوك. وهما النظامين في كل الاحوال بيستخدموا الهواء ان هو يفصل الهواء الداخلي عن الهواء الخارجي. ده اللي احنا بنلاقيه في المطاعم اول ما بندخل. مظبوط. بتلاقيه في المطاعم، بتلاقيه في المولز، بتلاقيه دايما بكثره في الاماكن اللي فيها هيوميديتي عاليه. تمام. الاماكن اللي فيها هيوميديتي عاليه بيكون هو موجود فيها. طب دكتور فراج اتفضل. السلام عليكم دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، اهلا وسهلا. بشكر حضرتك على الفرصه واللقاء الجميل ده، وبشكر الاساتذه المنظمين والساده المنظمين للمحاضرات، جزاهم الله خير يعني. جزاك الله خيرا. معاك دكتور فرج زكي، استاذ مساعد التصميم المستدام جامعه ام القرى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. انا كان لي لقاء في جامعه ام القرى قريب جدا، قريب يعني من سنتين كده او شيء. انا حضرتك بقول الشكل والصوت مش غريب عليا، اكيد
حضرت عندنا اللقاء بتاع جمعية الأم الأمران ما بين الصحية ايوه تمام، وكان عندي ورقه فيها. ايوه تمام، وكان عندي يوم ورقه فيها. العمارة أعتقد يعني صح؟ مظبوط. اه طبعا، اتشرفنا طبعا استاذنا الدكتور محمد وهبه، واستاذنا الدكتور محمد عاطف، واستاذنا الدكتور طارق طبعا. ابو عيف، يعني ابو عوف طبعا اساتذتي اصلا، يعني ما انا بقى انا اتذكر دكتوراه. لان انا بشبع على حضرتك من وقت ما شفت البوستر بتاع الاعلان يعني، فطبعا حضرتك تشرفنا يعني. ان شاء الله تعالى ناخد الكونتاكت بتاع حضرتك وطبعا وان شاء الله احنا كمان نتواصل. كمكتب بنصمم الجامعه، الطالبات الشاطر الطالبات بنصممه احنا تحت المكتب. كنت بس طالما ان حضرتك معانا في المجال، فازاي نقدر نعيد تأهيل المباني القائمة بفكر الواجهات المستدامة أو الواجهات الذكية المستدامة لتوفير الطاقة أو لتحقيق الاستدامة بشكل، مش هقدر أقول بنسبة كبيرة يعني، ولكن تتوقع معايا حضرتك نقدر نحقق بنسبة كام لو حققنا استراتيجيات التصميم المستدام من خلال الواجهات الذكية؟ جزاك الله خيرا دكتور، ده سؤال جميل جدا جدا جدا، وبيفتح الضوء لمحاضرات قادمه ان شاء الله. طبعا كلام حضرتك جميل جدا وفي الصميم. طب احنا دلوقتي عندنا مباني صممت بصوره عشوائيه او بصوره سريعه، بصوره غير مدروسه، بصوره غير غير مستدامه. طيب هنسيبها هنفضل نتكلف عليها كده، ولا هنهدمها، ولا هنعمل فيها ايه؟ هيبقى طبعا لا، نقدر ان احنا نحقق فيها، نقدر ان احنا نعالجها على وضعها القائم، ونقدر ان احنا بطرق بسيطه جدا ان احنا نقدر نحولها من 10% نقول دلوقتي. طبعا ما فيش زيرو مستدام. لو هي مثلا دلوقتي بتحقق 10% مستدام، نقدر نوصلها 40 و50%، ونقدر نستفيد منها ونخليها تعيش عمر اطول، وبالتالي نخلي المبنى يعيش عمر اطول من اللي بيعيشه. زي ايه؟ زي ان احنا مثلا نقدر مثلا نيجي بكل بساطه نستبدل الفينيشنج بتاع الواجهات، بدل ما هو بفينش بيمتص الحراره ويخزنها، لفينيشز من نوع اخر. نيجي عند اماكن معينه نحط، او الاماكن اللي فيها زجاج نيجي نحط شيدنج ديفايسز، موفبل شيدنج ديفايسز. نقدر مثلا ان احنا نيجي من داخل المبنى نقدر نعزل ونحط عوازل حراريه. نقدر مثلا من خارج المبنى برضو ان احنا ندخل بعض العناصر ونعيد توظيف بعض العناصر اللي الخضراء مثلا او الحاجات زي كده. لا، نقدر نعرف نعمل حاجات توصلنا ل 40 و50% من الكفاءه للمبنى، اذا كنا احنا بنعتبر اللي موجود عندنا مثلا 10%. لكن ما اعتقدش ان احنا نقدر نوصل لاكتر من كده، ومش مطلوب ان احنا نصرف على المبنى القائم اكتر من كده. ده وجهة نظري طبعا، ويعني انا موضوع شيق وجزاك الله خيرا، وان شاء الله هحط له حاجه ان شاء الله هدرسها باذن الله. طيب دكتور فرج برضه اتفضل يا دكتور. استكمالا دكتور ايمن، واكيد حضرتك هتاكد على كلامي، ان النهارده التكنولوجيا بتحقق بنسبه كبيره جدا الاستدامه خاصه في الدول الغربيه. يمكن حاجه جميله جدا دلوقتي بصدد دخول للشرق الاوسط يعني، الا وهي النانو تكنولوجي، واعتقد احنا مش بعيد عن النانو تكنولوجي. فردا على سؤال استاذتنا الدكتوره عفاف بدران، ازاي نعمل مينتننس والصيانه للواجهات بدون ما تكلفنا؟ دلوقتي النانو تكنولوجي بداخل في معظم الواجهات المستدامه او المباني المستدامه علشان تكون ذاتيه التنظيف. فعلى سبيل المثال مبنى ابراج البحر ذاتي التنظيف، الاغشيه المستخدمه ذاتيه التنظيف، مضاده للحرائق، مضاده للبكتيريا، مضاده للاتربه. فأكيد حضرتك تقدر توضح لنا النقاط دي. تمام، جزاك الله خيرا دكتور. كلامك كلام حضرتك صحيح، وفي ترند من فترة مش قليلة، يعني من يمكن من بداية الألفين. نعم، وهو بيتكلم على النانو تكنولوجي، وخصوصا في مواد البناء الحديثة.
خاصة حركة عدو معانا في جمعية علوم الأمران، شعبة المباني الصحية، وعارف إن من أوائل المباني اللي استخدمت النانوتكنولوجي المباني الصحية، طبعا طبعا خاصة يعني إحنا دلوقتي بالنادي لتفعيل، أرجوكم يا جماعة يا معماريين يا مسؤولين يا متخصصين، في ظل مكافحة فيروس كورونا ده، أنا لو عندي المبنى بتاعي مجهز والفينشنج بتاعه نانوتكنولوجي، أنا مش محتاج، مش هيبقى عندي انتشار عدوى، لأن هي أصلا أنتي بكتيريا. مظبوط معايا يا دكتور؟ مظبوط مظبوط، كلام حضرتك مظبوط. فطبعا يعني انا مش هعمل واجهه سمارت النهارده واستخسر فيها حضرتك بند ان انا ادخل فيها الماتيريالز الجديده. طبعا لا غنى عن الماتيريال الناتشورال اللي حضرتك ذكرتها، وانا ليا ابحاث على فكره في الموضوع حضرتك، انا متخصص في مجال التصميم المستدام، ولكن يعني عايزين ننشر فكر النانو تكنولوجي عندنا في مصر او في الدول العربيه بشكل خاص يعني. طبعا طبعا طبعا، كلام حضرتك مظبوط جدا جدا جدا، سواء خارجيا او داخليا، يعني سواء المواد المستخدمه او داخليا. نعم فطبعا النانو تكنولوجي من بدايه الالفينات وهو بيتطور مواد، وخصوصا مواد البناء الحديث اللي بتبقى انتي داست، اللي بتبقى انتي ووتر، اللي بتبقى داخليه مثلا بتبقى مضاده للبكتيريا، او مش مضاده، لا تتفاعل مع البكتيريا، بيبقى بتاعها سيلفر. طبعا الحاجات اللي زي كده بتبقى موجودة طبعا ويمكن طبعا تواجهها، ما طبعا فيش أي مشكلة فيها طبعا طبعا. لا، وبتحقق لي حضرتك ده يعني بالزياده الى رفع كفاءه المبنى بدرجات اعلى ما نتوقعها، اعلى من درجات الاستدامه كمان اللي احنا ممكن نطمح اليها، خلي بال حضرتك يعني. طبعا 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 طبعا. بص الموضوع فاتمنى دلوقتي جدا جدا، تبعت لنا الموبايل على الشات علشان انا مش متذكر ان هو معايا اكيد يعني. هنعمل الاثنين. حاضر يا فندم، هنعمل الاثنين. الله يكرمك يا دكتور، ابعثوا لك شكرا حضرتك. جزيلا لحضرتك والاساتذه. عفوا يا الله فندم، يكرمك. عفوا، شرفتني. دكتور هاني. يا دكتور ايمن، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. هو بس عشان يعني عشان جرين بيلدينج كده، يعني هي اتاخدت على السريع كده، وبعدين بقى ايه، انا واحد يعني ترندت في السمارت سيتيز شويه، فالحته دي بتيجي لازقالي كده، مش عايزه تسيبني يعني. فهو بس نقطه الجرين بيلدينجز هي اعمق بكتير جدا في الكونسبت بتاعها، وعوده كده للتراديشنال بيلدينجز. الجرين بيلدينجز وبيقولوا عليها الجرين كونستراكشن، وبيقولوا عليها السستينبل بيلدينج، هي النظريه هي سيمبل للبيلدينجز اللي هي بتحدد جزء بتدي قدر كبير قوي من الكواليتي اوف لايف. هي عموما مش بس شكل العماره، لا بالعكس، ديت انفايرمنتالي ريسبونسبل فعلا زي ما حضرتك قلت، وفي نفس الوقت هي بتبقى يعني لايف سايكل كده، من اول البلاننج للديزاين للكونستراكشن الاوبريشن المينتننس، كل ده تبع الجريد بيلدنج، اللي هي في الاخر توفر طاقه، وفي الاخر توفر انبعاثات كربون، وفي الاخر تدي شيء معين من الكواليتي اوف لايف. وطبعا يهمني هنا ان انا اقول ان الكونسل بتاع يو اس اي بتاع الجرين بيلدنجز ده بيعمل بيدي ريتس النهارده للعماره من حيث كونها جرين بيلدنج او لا، وكتير قوي من معايير او احد معايير المدن الذكيه اللي بيتاخد عليه النهارده المدينه تبقى ذكيه او مش ذكيه، هي ان مستوى العماره فيها يرقى لمستوى الجرين بيلدنجز، من حيث بقى الستايل اوف لايف، من حيث الريسورسز، من حيث الانبعاثات، من حيث كل ده. شكرا جزيلا يا فندم. تمام تمام باشا، تمام تمام يا دكتور، فعلا كلامك مظبوط جدا جدا. وهو اصلا الفيرنيكولار اركيتكتشر اللي احنا طالعين كلنا منها، اللي صح، هي اصلا مستدامه، هي اصلا جرين، هي اصلا، وعشان كده انا عرضتها في بدايه البرزنتيشن ان صح صح الفيرنيكولار صح اركيتكتشر هي مستدامه. احنا بنعمله دلوقتي، او يعني اللي عملناه في فتره من فترات الزمن، هو اللي ما كانش مستدام، فبالتالي بنرجع للاصل بتاعنا تاني. صح، احيي حضرتك طبعا، احيي حضرتك. والمسؤوليه البيئيه اللي حضرتك اتكلمت عليها دي طبعا افخم، يعني حضرتك كلامك كله قيم، ولكن افخم ما قد قيل في الحته دي فعلا هي مسؤوليه بيئيه، موائمه أيه. بيئيه. تمام. انا طبعا يعني مش عايز اديفيت عن الموضوع، لكن طبعا دايما بقول ان في فتره ما قبل الحرب العالميه الثانيه، وفتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه، وفتره نهايه القرن العشرين. طبعا فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه هي كانت أسوأ فتره معماريه وعمرانيه في تاريخ كوكب الارض، لان كان فيها الرابيد كونستراكشن اللي كان كله كونكريت، وكله ما فيهوش شكل كويس، ما فيهوش تصميم كويس، وزائد المشاكل اللي فيه، زائد للاسف الحاجات دي كمان جات لنا احنا في المنطقه العربيه متاخر،
جالنا البريكاست، جالنا الحاجات اللي زي كده، المفروض كنا نمشي على العماره بتاعتنا احنا الفيرنيكولر ونطور فيها، المفروض نمشي على العماره بتاعتنا احنا حتى اللي كانت في مطلع القرن العشرين، العماره الخديويه كده، دي كانت ممتازه جدا 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 جدا، كانت مستدامه بيئيا، كانت بتحقق راحه للمستخدم، كانت كان مدفوع فيها يعني، كان مصروف عليها ومدفوع فيها ومستدامه فعلا حتى من الناحيه الايكونوميكلي. احنا بنعمل دلوقتي او بنطور دلوقتي او بنحسن دلوقتي اللي ايدينا بوظته قبل كده في فترات من بعد الحرب العالميه الثانيه لغايه نهايات القرن العشرين. صحيح صحيح. باشمهندس مصطفى مبروك. مصطفى الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كان عندي استفسارين، اتمنى ان يعني يكون في اجابه عليهم، واطلب واشكر حضراتكم كلكم سواء الاستاذ ايمن او بيم اريبيا. انا كنت عايز اعرف باختصار كده شديد، انا عارف ان هو الموضوع يمكن يكون ياخد وقت اطول، بس كنت عايز اعرف ايه الفرق بين ان انا ابقى محقق معايير حاجه زي الباسيف هاوس وحاجه زي الليد، يعني ايه الفروقات اللي ما بينهم؟ لو حد كلاينت مثلا طلب من حضرتك ان انت تديليفر مبنى يكون باسيف هاوس وفي نفس الوقت يكون ليد، هل في فروقات ما بين الاثنين جوهريه؟ انا عارف ان في فروقات، بس كنت عايز اعرف ان ديبس اكتر ايه اللي ممكن يكون له فروقات ما بين الاثنين. ده سؤال. السؤال الثاني، احنا هنا في الامارات دايما بيواجهنا مشكله ان معايير الاستدامه هنا عاليه جدا، يعني ساعات بيكون في بعض الحاجات زي المدارس مثلا او زي المباني اللي في حكمها يعني بيكون مطلوب معايير صعبه جدا في sustainability، يعني ومش دايما بيكون حتى المعماري قادر ان هو فيها، لدرجه ان هم مالك المشروع ممكن نتيجه ان هو ان المعماري او المكتب الاستشاري اللي مصمم المشروع معماريا مش قادر ياخد ابروفال من الاثوريتي هنا في الامارات، بيدور على حد تاني. فكان دايما مشكله الفيريفيكيشن بتاعه الاوبتمايزيشن بتاعه الفساد دايما بتبقى محل صد ورد، يعني لان معظم الناس بعض الاثوريتيز بتحتاج مثلا موديلز معموله باي اس، معموله ببعض الاحيان بانسز حتى في بعض الاوقات عشان يفيريفاي الكلام بتاعه. فكنت عايز اعرف منك اكتر عن الموضوع ده، يا ريت لحضرتك لو تلقى عليه بعض الضوء يعني. شكرا جزيلا على المحاضره بجد، واتمنى ما تبقاش اخر محاضره يعني. لا ان شاء الله في المحاضره متفقين معانا، وان شاء الله في محاضره معاك برضه يا باشمهندس. باذن الله باذن الله قريب خالص والله يا باشمهندس. انتظارك. تفضل يا باشمهندس مصطفى. سؤالين جمال جدا 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 والاثنين احسن من بعض، خليني اجاوبك عليهم واحد ورا الثاني. السؤال الاولاني اللي هو ايه الفرق ما بين الباسيف اركيتكتشر والليد؟ طبعا خليني اقول لحضرتك حاجه ونرجع كده مع بعض ورا نعرف بس الفرق ما بينهم ايه في التعريف، وبعد كده الموضوع هيشرح نفسه. الليد هو نظام ريتنج، نظام تقييم، نظام نقاط، بيعتمد على النقاط علشان النقاط ديت بتأهل المبنى ان هو ياخد شهاده او ما ياخدش شهاده، مش لازم ان هو ياخد شهاده بس يكون في ليفل معين من ليفل تحقيق الانرجي افشنسي. كويس؟ فهو نظام تقييم في الاول وفي الاخير. النظام دوت يهدف لايه؟ لاهداف تحقيق الانرجي سيفنج يعني. اما الباسيف فده ترند جميل جدا جدا جدا، وانا كان ليا تجربه شخصيه فيه كمان. الباسيف بيلدينج هو ابتدى بالباسيف هاوسنج. ليه بقى؟ الباسيف هاوس هو المبنى او البيلدينج اللي الطاقه اللي داخله له قد الطاقه اللي خارجه منه، بتساوي الطاقه اللي خارجه بتساوي صفر. يعني ما بيحتاجش طاقه خالص من المحيط اللي حواليه، الطاقه اللي داخله قد الطاقه اللي خارجه. فبالتالي بيوصل لمعادله ان هو بياخد من البيئه صفر طاقه. وفي مثال مهم جدا جدا هنا معمول في المملكه العربيه السعوديه، تقدر حضرتك تعمل سيرش عليه، اسمه سابك باسيف هاوس. شركه سابك عامله مشروع اسمه سابك باسيف هاوس. سابك باسيف هاوس هو عباره عن مبنى تصميمه عادي جدا جدا جدا، لكن بيشوف المبنى دوت، هو هم اختاروا مبنى فيلا يعني، هم شافوا المبنى الفيلا دوت علشان يشتغل بطاقه محتاج طاقه قد ايه؟ محتاج كهرباء قد ايه؟ وانا اقدر بالتصميم اولد كهرباء قد ايه تخليني انا مش محتاج
كهرباء، فبالتالي صفر. انا كان ليا شخصيا، انا كايمن او مكتب عبد الرحمن، اي مكتب انا شغال فيه، كان لينا تجربه في كينج عبد الله اندستريال ايكونوميكال سيتي في جده، وكنا بنعمل لهم برضه باسيف هاوس، والباسيف هاوس دوت برضه كان حاجه اختباريه، كان حاجه مختبريه، ولمسنا الموضوع دوت، وكان الهدف ان احنا كمان ما نوصلش للباسيف هاوس، ان احنا نوصل للنيجاتيف، للنيجاتيف 1 مسمينه نيجاتيف 1 هاوس. النيجاتيف 1 هاوس اللي هو مبنى كمان مش بيوفر الطاقه بس، لا ده كمان بيصدر، ده كمان عنده فائض من الطاقه يصدرها للجريد، يصدرها للحكومه، يصدرها للدوله. وبدانا احنا كمان هنا في المملكه، او بدات شركه الكهرباء، شركه سكيكو تحت رعايه وزاره الكهرباء، انها تستقبل من المواطنين ان هو يبيع للدوله كهرباء، لكن مش لازم يكون باسيف هاوس. لكن احنا هدفنا ان احنا نعمل باسيف هاوس، اللي هو الباسيف هاوس اللي هو الكهرباء او الطاقه اللي داخلانه بتساوي الطاقه اللي خارجه منه. انا بس عندي استفسار بدون ما اقطع كلام حضرتك، بس مهم يعني. انا دايما انا اولا عشان برضه كنت بعرف، انا اولا بكلمك من خلفيه انشائيه اكتر من خلفيه، يعني انا عارف ان ده كله اكتر اخواتنا في العماره طبعا، يعني هم اللي لهم السبق في الكلام ده كل حاجه، او الناس اللي شغاله سستينابيلتي تحديدا. بس انا دايما كنت لما بشتغل في، او لما يعني بقيت اتعلم اكتر عن الموضوع ده، لقيت ان اكبر مشكله بتواجهكم كناس بتشتغل في الموضوع ده، ان ساعات بيحصل ليكج، بيحصل تسريب من بعض الوصلات بتقلل الكفاءه بتاعت المبنى زي ما حضرتك قلت من شويه. فهل في طرق عمليه او حتى ريسورسز ممكن نرجع لها بشكل يخلينا نقدر نحل المشكله دي بكفاءه، ولا الموضوع بيبقى مجرد معتمد على الحلول اللي بيقدمها الشخص المسؤول عن الموضوع ده او المهندس المسؤول عن الموضوع ده؟ لان الموضوع ده فيه اراء كتير جدا يعني، وحتى الطرق اللي بتقاس بيها الموضوع ده في فاريشن فيها كبير. فانا كنت برضه حابب اسمع منك، لو حتى مش هينفع دلوقتي ممكن بعد كده في محاضره تانية. تمام باشمهندس، جميل جدا سؤالك، وهو اصلا او تعقيبك يعني، وهو بينقلنا لي ان انا اجاوبك على السؤال الثاني اللي هو السؤال بتاع الاستدامه والامارات وكده. بس خليني اتاكد بس ان الاجابه بتاعت السؤال الاولاني تمام لا واضحه 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 جدا واضحه. فالباسيف هو اللي هو الطاقه اللي داخله قد الطاقه اللي خارجه منه، ده بكل بساطه. اما الليد فده ريتنج سيستم، ما 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 ممكن المبنى يكون سيلفر جولد بلاتينيوم اي حاجه. الحاجه الثانيه بقى هو ليه، اجاوب حضرتك على سؤالك الثاني اللي هو ليه هو في بعض الدول زي في الامارات ليه في مشاكل كبيره في الفيريفيكيشن بتاع السستينابيلتي سيستمز. وده جاي من سؤال حضرتك، ان المشكله الاساسيه هو مشكله تسرب الطاقه. تسرب الطاقه ليها اوجه كتيره جدا جدا جدا. ففي تسرب في الطاقه الحراريه سواء داخل المبنى من بره لجوه، او من جوه لبره تكييف يتسرب لبره، او ان الطاقه الحراريه تخش المبنى. فدي نمره واحد. نمره اثنين، تسريب في طاقه المياه، تسريب في طاقه او في او مش لازم يكون تسريب، او يكون هدر في طاقه المياه، او هدر في عدم استخدام المياه المعاد استخدامها. فبالتالي الفيريفيكيشن سيستمز كلها عايزه تقيس ان ده ما بيحصلش، ان المبنى في الحاله ديت، لان المبنى لو ده ما بيحصلش المبنى بيبقى مستدام. مفيش تسريب في الطاقه الكهربائيه، يبقى في بعض الوصلات الكهربائيه تيجي لو انت يعني تيجي تمسك الحاجه تلاقيها بتسرب كهرباء. طب ما الكهرباء ديت بفلوس يعني، بتخلي المبنى مش مستدام. فبالتالي من هنا جت الهيئات او الدول ان هي بتعمل اكسترا فيريفيكيشن. الاكسترا فيريفيكيشن ده اسمه سستينابيلتي موديل او انرجي افشنسي موديل، وده بيتعمل في كذا مرحله. واحد منهم بيتعمل في مرحله التصميم، واحد منهم تاني بيتعمل في مرحله التنفيذ. وليه بيتعمل في مرحله التصميم وليه بيتعمل في مرحله التصميم هقول لحضرتك. الاساسي اللي بيتعمل في مرحله التصميم هو بيتعمل على الكونسبشوال ديزاين كالكوليشن اللي بيحطها المصمم وبيفترضها على حسب الاكويبمنت اللي
هيشتريها المالك والكونتراكتور. فمثلا بنقول ان احنا هنشتري اجهزه تكييف كذا، الافشنسي بتاعها كذا، والدفع الحراري بتاعها كذا، الحراره الخارجيه كذا، احنا حاطين ازاز كذا بيحمي كذا، فبالتالي الحراره هتخش لنا بنسبه كذا. فبيطلع من الموديل في اثناء التصميم جهد حراري او موديل حراري معين. الموديل ده لازم يحصل له فيريفيكيشن تاني مره اخرى في اثناء عمليه التنفيذ، وبعد ما يعمل المقاول فيريفيكيشن وبرشيز لايكويبمنت معينه، جاب بقى هو اكويبمنت معينه ماركه ثانيه بافشنسي ثانيه بدفع ثاني تمام، وعمل ريكالكوليشن، لازم يعمل ريموديل، ولازم يجي يروح يثبت ان الريموديل دوت سيف زيه زي الموديل اللي اتعمل في اثناء التصميم. حضرتك مهندس ستراكشر وعارف ان انا مثلا لما باجي اعمل مبنى حديد، فانا طبعا مش فابريكيتور للستيل ستراكشر، انا راجل ديزاينر، فبحط احمال افتراضيه علشان اقدر اصمم الفوتنجز اللي هي بتبقى كونكريت، وبحط ملاحظات للمقاول ان هو لازم يروح يجيب ديزاينر وفابريكيتور في نفس الوقت. الديزاينر والفابريكيتور ده لازم هو يعمل فيريفيكيشن ويعكس الاحمال من الموديل بتاعه على الفاونديشن ويعمل ريديزاين للفاونديشن. نفس الحكايه في الانرجي موديل، انا وانا بعمله في التصميم بطلب من المقاول ان هو، ومش انا اللي بطلب من المقاول، لا ده دلوقتي ده الهيئات هي اللي بتطلب من المقاول ان هو يعمل واحد تاني في اثناء التنفيذ عشان يثبت ان هو ماشي صح. فمن هنا بتيجي الصعوبه، ومن هنا بتيجي الديبيت، بيجي المناقشه، ومن هنا بيجي الاسباب، والاسباب كلها بتيجي اساسها هو الليكج بتاع الطاقه، سواء الطاقه دي كانت طاقه حراريه او طاقه مياه او طاقه كهربائيه. اتمنى اكون يعني اوجست. انا فاهم الكلام اللي حضرتك بتقوله كويس جدا، بس انا كان دايما بيحصل الاتي، بيحصل ان فلان بيدعي قدره على، لو هو عدل في الماتيريال او في الالوان حتى او في البينت بتاع المبنى هيحصل ريدكشن للانرجي كونسامشن بكذا في الميه، مثلا ليكم مثلا 20%. دايما باستمرار الفيريفيكيشن بتاع الكلام ده بيبقى فيه مشكله مع الاثوريتيز دايما، يعني بشكل مستمر، لان اولا لاما ان هو بيكون شغال بتولز، التولز دي اصلا بيكون مش على مستوى معتبر كتولز تمام، معتبر عند الجهه اللي هو بياخد منها الابروفال او بياخد منها الفيريفيكيشن، او ان هو بيكون الجهه بتطلب نفسها اصلا مور ادفانسد اناليسز للموضوع ده. يعني مثلا على سبيل المثال لو في حد جه ادعى ان هو والله بتوزيع معين للديفيوزرز اللي موجوده في المبنى هيقدر يقلل الديفرنشال افريج اللي موجود في درجات الحراره مثلا، ولكن يخليه مثلا من درجه ونص لنص درجه مثلا، فده كليم، هو بيدعي شيء دلوقتي. عشان يقدر يفيريفاي ده مش هيتقبل منه غير لو عمل موديل انسز معقد جدا، وهيكون يعني اثبته بالطرق العاديه السهله البسيطه، مش مساله سهله يعني. فهل في ورك اراوند للكلام ده؟ هل في حاجه نقدر نتعلمها بحيث ان احنا نقدر ننجز ده من غير ما نكون مضطرين نخش في مور ادفانسد موديلنج للكلام ده؟ انت عارف الموضوع بياخد وقت وبياخد فلوس كمان كتير، يعني برامج زي انسز وغيرها غاليه جدا اصلا، يعني انت قال لايسنس منها ب $60,000 يعني، فرقم كبير جدا لو انت بتتكلم على كيانات صغيره او على كيان حتى متوسطه، ما تقدرش تقدر تدفع الرقم ده سنويا، ما تقدرش. مظبوط طبعا، مظبوط. فانا كنت بس كان سؤالي يا ريت لو تقدر يعني تنصح بحل المشكله دي اكون شاكر ليك جدا. لا هو انا شخصيا، وانا ده النهج اللي احنا بننهجه، وانا دايما احب الامور الواضحه الصريحه اللي هي بتقصر المسافات. هو ما فيش ورك اراوند حواليها، ليه؟ لان انا بدل جايب حاجه جديده مش في الجايد لاين لازم اثبتها. جايب ماتيريال جديده لازم اثبتها، بدل لازم يعني دي حاجه بدل، انا ما فيش ورك اراوند حواليها. فاسلم طريقه ان انت تمشي بالبارامترز اللي محطوطه في الجايد لاينز عشان توفر التوفير المطلوب. ايوه، لان هو مش طالب منك اكتر من المطلوب، هو طالب منك المطلوب بس. فللاسف ما فيش ورك اراوند. يعني انا حتى لما بيجي لي حد مثلا بيقول لي والله دي ماتيريال جديده، بقول له فين الاعتماد بتاعها؟ على طول اول شيء بقول له فين الاعتماد بتاعها؟ اديني الاختبارات المعمليه اللي انت عملتها، اديني هيئه المواصفات والمقاييس معتمداها. اقول له وعنده السيرتيفيكيتس دي تمام، خلاص انا مش محتاج منه حاجه. ما عندوش السيرتيفيكيتس دي يبقى يديني منتج انا عارفه معمول له اختبارات قبل كده والجايد لاين بيوصي بيه. تمام تمام. للاسف ما فيش ورك اراوند، لكن انا اشجع
في نفس الوقت ان مفيش ورك اراوند، انا اشجع البحث واشجع الانوفيشن واشجع ان لو في حاجه زي كده تستاهل الصرف ليه لا. هو حاليا 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 انا اخر حاجه شخصيا عرفتها يعني ان في 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 اوبن سورس تولز عامه قويه جدا تحديدا طالعه من فرنسا يعني زي كود استر وغيرها من الحاجات وسالومي وغيرها من الحاجات بدات تثبت وجودها فعلا دلوقتي ان هي بتنافس مع الانسس، بس مشكلتها الكبيره ان هي بتحتاج عنده حد عنده خبره اكتر شويه بالسكريبتنج للبايثون والتعامل معاه ما بيكونش بالسلاسه اللي موجوده في البرامج الثانيه اللي بتكون اصلا لازم تكون مشتريها يعني. فبس بدا يطلع منافسين دلوقتي يعني، زمان ما كانش فيه حاجه زي كده خالص موجوده دلوقتي. لازم تكون معتمده كمان كبروسيس من الجهه اللي انت مظبوط 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 مظبوط، والا انت بتعمل مجهود ومحدش هيبص لك. مظبوط مظبوط. شكرا جزيلا لك يا باشمهندس والله، شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. دكتور شيماء اتفضلي. دكتور شيماء السلام عليكم. بتاعتها كانت في نفس المحاضره ديت اللي هي الواجهه الخارجيه وازاي نقدر نسهم خلال البيم في المشروع العالمي. اتفضلي دكتور. منورنا يا باشمهندس. ازاي حضرتك؟ طبعا محاضره جميله، حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا ان الفساد والجرين فساد، ودي حاجه مهمه جدا. يمكن هتكلم عن ثلاث نقط. هو ان المعماري عنده الجزء بتاع التحليل المهم، الجزء بتاع الديزاين، والجزء الثاني اللي هو بيشتغل على الجزء الكوست. وحضرتك اتكلمت على الثلاث نقط دول، حاجه ممتازه جدا. مثلا لو احنا بنتكلم مثلا عن الجزء بتاع المبنى من جوه مثلا، واحنا بنعمل تحليل، وممكن نستخدم برنامج زي ديزاين بيلدر. لو احنا مثلا بنعمل تحليل للواجهات، نقدر نعرف الجزء الخاص ب مثلا الواجهه دي هنستخدم فيها الدايناميك سيستم ده عباره عن ايه، او الـ يعني الشيدنج ده هيبقى الميل بتاعه هيبقى قد ايه، لان هو ممكن يبقى فيه بدائل كتير جدا نختار على اساسها الافضل ليها. صح كده ولا ايه؟ طبعا طبعا صح. تمام حضرتك الجزء دوت يعني اتمنى لو حضرتك في استفاضه في الشرح بعد كده يبقى حاجه مهمه وهتفيد المجموعه، لان احنا شايفين الديزاين من بره او بعد اكتماله، لكن المرحله التصميميه نفسها هي دي لسه ما طرحتش يعني. والجزء كمان بتاع الخاص بالليت، ايه النقاط اللي مركز فيها على الواجهات، او ان هو يقول ان الجرين وولز ديت مثلا تمام اكسبت على ايه، على نقاط ايه. دي برضو جزء مهم جدا، يا ريت حضرتك برضو تبقى تطرحه برضو. والجزء الخاص بقى برضو بركز عليه الحده اللي هي بتاعه الماتيريال، استخدام الماتيريال المختلفه المناسبه لكل منطقه حراريه. فدي جزء مهم جدا وعامل مهم. وحضرتك اشرت على جزء الازاز او نوع الازاز اللو انرجي، وده مهم جدا في الجزئيه الخاصه بالاستدامه، لان ده بيوفر كتير جدا. ما احنا يا اما هنستخدم الجرين فساد، يا اما هنستخدم هنبص على الخامه اللي هنستخدمها. فالماتيريال ديت عباره عن ايه او استخداماتها ايه، دي برضو ليها يعني خط تاني مهم جدا. الجزء بتاع الار واليو فاليو وقد ايه ان المقاومه الحراريه دي مهمه للماتيريال، برضو ايه الاهم في المناطق ايه عن ايه، دي برضو مهمه قوي. يا ريت حضرتك برضو واحنا معاك يعني، انا برضو يعني عايزه اهتم بالجزء ده مع حضرتك برضو نشتغل عليه الفتره ديت، لان هو دوت المسار اللي وصلنا فعلا لعماره مستدامه في بلادنا. جزاك الله خيرا باشمهندسة، وكلام حضرتك كله جميل وممتاز وواضح طبعا يعني، ما فيش فيه داوت يعني. زي ما حضرتك قلتي ثلاث حاجات مهمين. الحاجه الاولانيه واللي هي طبعا انا يعني خبرتي كلها في التصميم، انا 20 سنه خبره في التصميم، فبتهمني جدا الديزاين بروسيس، لكن هي للاسف ما كانتش جزء من المحاضره بتاعت النهارده. انا المحاضره بس كنت عايز اوجه نظر الناس واخليهم اقول لهم شوفوا في حاجه هنا اهو، ابداوا توكلوا على الله ودوروا وشوفوا توصلوا لايه.
لكن الديزاين بروسيس نفسها ليها بارامترز تانية وليها كلام تاني وشرحها يطول في محاضرة منفصلة إن شاء الله، وهعملها بإذن الله ما فيش فيها أي مشكلة. طبعا الجزئية التانية بتاعت الليد، ومش عايز يعني طبعا يتفهم من كلامي ان انا ضد الليد او 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 كده، لكن انا ليا تحفظات عليه وده يعني حق يعني. لكن انا ببص للليد على قد حجمه، هو انيشيتيف ممتازه وريتنج سيستم رهيب وبيحصل له ديفلوبمنت كل فتره ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا، وبيحصل له ديفلوبمنت على طول، لكنه مش متخصص ومش مش ومش مفيد ان هو يتنفذ في كل اماكن العالم. علشان كده انا بشجع دايما ان يكون في اللوكال ليد او اللوكال انرجي سيفنج سيستم زي عندنا في مصر كده الهرم الاخضر الجديد، او زي استدامه، او زي حاجات اللي زي كده، او زي هنا حتى في السعوديه بيعملوا دلوقتي سعف، نظام الريتنج سيستم اسمه سعف. فانا اشجعهم اكتر من ان اشجع الليد. ليه بقى؟ لان الليد هو زي ما قلنا ريتنج سيستم للديزاين كومبوننتس مش الديزاين استراتيجيز، ما بيهتم جدا بالماتيريال والماده اللي انا هحطها، لكن ما بيهتمش بالتوظيف اللي انت هتوظفه ايه. هو يهمه ان انت تجمع نقط بقدر المستطاع، يهمه ان انت توصل لليفل معين علشان يبدا يبص لك ويبدا يقرا التقارير بتاعك، لكن مش بالتالي يعني. هو مثلا من ضمن الحاجات اللي انا دايما اخدها مثلا على الريتنج سيستم بتاع الليد بالذات، ان هو يقول لك مثلا لو انت عندكش نقط معينه في مجال ممكن تشتريها، ممكن تشتري نقط. طب انا استفدت ايه لو اشتريت نقط؟ وخصوصا في مجال الطاقه، ترشيد الطاقه الكهربائيه، انا استفدت ايه لما اشتري نقط بالفلوس؟ تشتري نقط بالفلوس يعني. فده مش يعني مش ما بيبقاش حل امثل، ويمكن يكون حل امثل في امريكا لكنه مش حل امثل موجود عندنا هنا مثلا في منطقتنا العربيه. انا مهما اشتريت بالفلوس يعني كاني بشتري شهاده، انا عايز استفيد في الاخر فايدتي انا، فايده الشخص اللي جالي وقال لي ايمن انا عايز اصمم مبنى، سواء الشخص ده انسان اعتباري او مؤسسه حكوميه او وزاره او دوله او رئيس جمهوريه. تمام؟ مش هقول له انا جايب لك ليد بلاتينيوم وشاري 20 نقط كهرباء دافع عليهم $20,000، ده استفاد هو ايه؟ ده خسر، ما استفادش. فالليد في حالتنا ديت يمكن يكون درجه نمره 2 او نمره 3. احنا نشتغل على اهداف التنميه المستدامه. اهداف التنميه المستدامه وهي دي اللي نقدر منها نتحرك. واللوكاليزيشن بتاعتنا، احنا عندنا حاجات لوكال بتاعتنا احنا، زي مواد لوكال مش موجوده مثلا في الريتنج سيستم. النقطه الثالثه والاخيره اللي هي بتتكلم على الكوست، حاجه مهمه جدا جدا جدا، لان واحد من الريزيست بتاع اي حاجه، اي ترند جديد بما فيهم العماره الخضراء بما فيهم السستينابيلتي، هو الانيشال كوست. وتوجه بعض الاخوه ان هم يحكوا القصه من ناحيه الانيشال كوست، لا انا لازم ابص لها من اللايف سايكل كوست، لان اللايف سايكل كوست دي اهم بكتير بكتير بكتير، وهي اللي اصلا متماشيه ومتوافقه مع المبدا بتاع السستينابيلتي. مش بيقول ان انا اسستين الريسورسز للفيوتشر جنريشن، طيب ما بالتالي يبقى انا لازم ابص على الفيوتشر كوست، على الكوست على الفيوتشر. لو انا اعتبرت اللي انا هصرفه دلوقتي من غير اللي انا هوفره في سنين عمر المبنى، هطلع خسران، وبالتالي الكلاينت هيهرب مني ويقول لي ايمن انا عايز مبنى تراديشنال. يا عم ما توجعش دماغك، ما تدخلنيش في القصص دي، انا هخسر فلوس دلوقتي. لا، انا عايز اقول له ان انت هتكسب فلوس قدام. فبالتالي يبدا من هنا الترند يشتغل، يبدا بقى ورا ده. ناس كتيره تشتغل في الماتيريال سبيسيفيكيشن، يعني في ناس دلوقتي بتشتغل في المعامل على الماتيريال بتاعه الواجهات بدل الطوب اللي احنا بنستخدمه في مصر، الطوب الاحمر او الطوب ايا كان، ده طبعا بينفذ حراره رهيبه. او احنا عندنا هنا في السعوديه الطوب الاسمنتي السي ام يو او ايا كان، في ناس بتشتغل على الساند بيعملوا منه
بريكس، في ناس بتشتغل على اللي بيدمجوا القش مع الساند مع الكلي وبيضغطوهم تحت درجه معينه حراره معينه، في ناس بتشتغل في المعامل، في ناس بتشتغل على الازاز، في ناس بتشتغل على الازاز مثلا في بلجيكا، ناس كتير جدا بتشتغل على الازاز في بلجيكا ان هم يعلي الكوفيشنت بتاعه جدا او يقللوا جدا، لان برضه هو عندهم في اوروبا عكس عندنا، هم عايزين يحافظوا على الحراره الداخليه، احنا عايزين عندنا يعني العكس، احنا عندنا عايزين التكييفات هي اللي تبقى محافظ عليها، هم عندهم لا مش عايزين البروده هي اللي تخش. ففي تطوير كبير لو احنا مشينا من مبدا الانيشال كوست، ابواب التطوير دي هتتقفل باب ورا التاني. لكن لو ابتدينا منهم ان ده المستقبل وده الفيوتشر وده اللي لازم نعمله وده اللي لازم احنا نستثمر فيه حاليا دلوقتي علشان ولادنا واحفادنا واستمراريه اللي احنا بنعمله، فافتكر ان ده هيكون مردوده اعلى، هيكون مردوده كبير. وانا متشكر جدا لحضرتك ان انت وجهتي نظري للحاجات دي، وان شاء الله باذن الله نعتبرها في المحاضرات اللي جايه. باذن الله دكتور عفاف بدران، وبعد كده ان شاء الله ناخد صوره جماعيه مع حضرتك يا دكتور. وحضرتك كنت قلت هقول حاجه في الاخر. انا ممكن اقولها دلوقتي، هي اخر سلايد، وهي بسرعه كده الفيوتشر توبكس. انا هتكلم على 3 مواضيع ان شاء الله في المستقبل، طبعا اضافه للمواضيع اللي حضراتكم اتكلمتم عليها. يمكن يكون المواضيع ديت مهمه او مش مهمه، عشان كده انا بستطلع راي حضراتكم، وان شاء الله على صفحتي على الفيسبوك وكده هحط استبيان لايهم ابدا بيه. انا شايف ان في 3 محاور مهمين جدا نشتغل عليهم. اول حاجه هو المحور بتاع التطبيق الاكواد العالميه في التصميم، في التصميم اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي، واهمهم واشهرهم هو الانترناشونال بيلدينج كود، اللي بدات منظمات كتيره ودول كتيره تنتهجه وتاخد الكويس فيه وتعمل الكود بتاعها. والانترناشونال بيلدينج كود مثلا نقدر ان احنا نتكلم فيه من ناحيه مباني العباده، نقدر نتكلم فيه من حيث المباني الادوكيشنال الدراسيه، او المباني الانستتيوشنال اللي هي المباني اللي بتهتم بصحه الانسان. طبعا احنا في الفتره اللي احنا فيها ديت يعني لازم نهتم ونبص على المباني ديت بصوره مختلفه، لان اللي حصل في كوفيد 19 بصراحه غير حاجات كتيره وهيغير حاجات كتيره، وده عنوان مقال جديد ان شاء الله، اللي هو تأثير كوفيد 19 على العمارة في ال10 سنين الجايين. طيب ده حاجة رقم واحد. حاجة رقم اثنين هو ان في فصيل كبير من المجتمع هو ذوي الهمم زي ما بيطلق عليهم، او ذوي الاحتياجات الخاصة، دولت فئة مش مدرجة في معظم البلاد العربية، مش مدمجة في السوسايتي. ليه مش مدمجة؟ لأسباب كتيرة منها أسباب تصميمية. ودولت بيتقسموا ثلاثة كاتيجوري. كاتيجوري للناس اللي عندهم اعاقه حركيه، ودول هنتكلم عليهم من حيث الاي دي اي او الامريكان ديسيبل ستاندرد، هنتكلم على شويه كيس ستاديز، هنشوف ازاي نقدر ندمج الناس دي بكل سهوله في المباني بتاعتنا، في الشوارع بتاعتنا، في الاسانسيرات، في بكل راحه وبكل سهوله وبكل يسر. النوع الثاني هو الاطفال اللي عندهم اوتيزم او داون سيندروم، ودول اطفال موجودين، اطفال وبيكبروا وبيبقوا شباب ويوصلوا لمراحل من العمر، ولازم ان هم يدمجوا في السوسايتي، ولازم ان هم يبقوا عنصر من عناصر السوسايتي، ولازم نبص لهم بصه ثانيه، ولازم نعرف ازاي نقدر نعمل لهم ريهابيليتيشن. الحاجه الثالثه هي الهيلينج جاردنز او الحدائق الحسيه، ودي ترند من ضمن الترندز، ازاي احنا بالحدائق وباللاندسكيب والهاردسكيب نقدر نعالج المرضى، سواء كان المرضى دول عندهم اوتيزم، عندهم داون سيندروم، عندهم مرض عضوي، عندهم مرض نفسي، ازاي نقدر بالترند دوت او بالترند ده من التصميم ان احنا نوصل بمعدلات شفاء عاليه للاشخاص دول، ونقدر بالتالي ندمجهم في المجتمع. الترند الثالث هو الـ importance of standardization للـ institutional facilities. طبعا احنا في الوقت بتاع الكوفيد 19 محتاجين ان احنا نرجع ونشوف المباني بتاعتنا اللي احنا بنتعالج فيها مظبوطه ولا مش مظبوطه. اهم 2 ستاندردز موجودين في العالم كله هو الـ FGI Federal Guideline Institution
والجي سي اي اللي هو الاكريديشن سيستم، دولت هتكلم فيهم. هعمل الاول انتروداكشن للاف جي اي، ايه هو الكود ده، ده كود مهم جدا. هنعمل كمان انتروداكشن للجي سي اي، هو نظام اكريديشن للمباني الصحيه. بعد كده هنتكلم على الاوت بيشنت ديبارتمنتس، هنتكلم على الراديولوجي ديبارتمنت، هنتكلم على الامرجنسي، هنتكلم على حيزات العمليات والاندوسكوبي، هنتكلم على الايزوليشن روم، وازاي الايزوليشن رومز هي دلوقتي محور الساعه وحديث الساعه، ان اي حد لازم له ايزوليشن روم. حتى احنا كمان من ضمن الاشتراطات الصحيه هيبقى في ايزوليشن رومز في المباني العامه. يعني حضرتك تخش مول بعد كده هتلاقي فيه ايزوليشن روم، هتخش مطار هتلاقي فيه ايزوليشن روم، مش بس في المستشفيات. فدي المواضيع اللي انا ان شاء الله ناوي اتكلم فيها الفتره الجايه ان شاء الله بالجايد بتاع حضراتكم، وب يعني نصايحكم انا اقدر ابتدي في اي منهم، وان شاء الله نستفيد جميعا ونفيد بعضنا باذن الله. شكرا جزيلا لك. لكن هي مداخله، تفضلي. عمرك دكتوره سلمك. اولا بس عايزه اوضح ان اوكي نظم ثانيه زي ليد زي بريم، وده نظام بريطاني، وزي جرين جلوبز، ففي انظمه كتير غير ليد. هي كمان الحاجه اللي انا عايزه الفت النظر ليها إن أحياناً بعض البنود بتتعارض مع بعض، يعني عشان تحقق واحد، لأن لسه ما تعملش ديفلوبمنت كويسة لكل البرامج بدون استثناء تخليها ما ينفعش النقاط تتعارض مع بعض. فأنا بس حبيت أوضح، وفي كتاب كويس قوي اسمه Handbook of Green Building Design and Construction، وده بيدي مقارنات شاملة للشخص اللي كان بيسأل على أنه نظام اللي يمشي عليه، وهل يكتفي بليد أو باسيف استراتيجي إلى آخره. كنت عايزة بس أنوه على الجزئية دي. في نقطة بس هلفت النظر برضو ليها بسيطة جدا. أنا لما بسأل على إن في بلاد بتبقى متربة جدا، تعرف الكلايمت بالنسبة للبلاد المختلفة هو يعني بيخلي الديزاين دايما بيتعامل مع الكلايمت. فاحنا ما بناخدش بالنا ان احنا بنقول مثلا ده في شمس، ده في رياح، ده في رطوبه. ما بناخدش بالنا ان التراب dust is a very important element في الكلايمت. فانا لما بتكلم عليه انا عارفه ان في اسطح بتبقى هيدروفوبيك، بس حتى كلمه هيدروفوبيك، طب ما هي يعني عشان الميه لما تنزل على التراب ما توسخش فتبقى and so on. بس أنا بتكلم على نقطة مهمة جدا، أنت أول ما بتدخل في الكايناتيك دخلت في حاجة تانية غير الأسطح، دخلت في موبيليتي. فهنا التراب بتتوجد في الجزئية بتاعت الكايناتيك مش في الأسطح. بس حبيت أوضح بس النقطة دي. شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا دكتورة، واضحة جدا 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 يعني النقطة. وكمان البريم سيستم طبعا موجود ومشهور، لكنه مش بشهرة الليد، و مش بالامباكت بتاع الليد، ومش بالبرستيج كمان بتاع الليد وكده. بس هي اللي بيحصل ان ليد بيتعمل له بروباجندا جامده جدا، وانت عارف. ايوه ايوه هي دي، هي دي النقطه. اوكي، مش لانه اكفى. لا 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 بالعكس، مش لانه اكفى او شيء، لا لا بالعكس. انا يعني ما بحبش طبعا يتفهم من كلامي ان انا ضد الليد، لكن يعني انا بشوفه مش اكفى نظم الحفاظ على الطاقة، أو يعني نظم البرامج اللي بتحافظ على أو تستهدف الحفاظ على الطاقة، وشايف إن هو يعني يستهدف الربح بصورة متساوية للفايدة، يعني بصورة كبيرة يعني. جزاكم الله خير يا دكتور. أتمنى من حضور اللي عايز يفتح الكاميرا اللي أخذ صورة تذكرها مع الدكتور. وورد حضراتكم شرفنا. السلام عليكم أستاذ أحمد، إزي حضرتك؟ السؤال
باشمهندس عمر سامعني حضرتك؟ ايوه سامع حضرتك. انا طبعا يعني ما لما فتحت الكاميرا فتحت كل السكرينز. طبعا من ضمن الحضور والدي، يعني هو شرف طبعا ان هو يكون حاضر. وهو يعني رقم واحد يعني في ايمن. لكن لما فتحت الكاميرا شفت بصراحه، انا ما كنتش فاتح الكاميرا طول. لا هو استاذنا موجود من اول محاضره. الله ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك فيه. الف شكرا. 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 جزاكم الله كل خير، والف شكر حضرتك يا دكتور على المحاضره الممتعه ديت، وجزاكم الله كل خير. الله يكرمك. الله يجزيكم. شكرا. شكرا جزيلا وتحياتي للجميع. اجزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.